السؤال؟ اطفي من الزر على طول؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ما في كلام ولا ايه؟ لا انت بس هتكتب بس. وهذا هنكتب بس ليطفينا. يلا مش مشكلة. والله يلا مش محتاج صوت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حطام بالسلسلة كلاب. احنا عملنا رول اساس عملنا رول؟ رول. بيرول بيرول دكتور لقاء دكتور احمد تيك 5 ولا 6 المره تيك 5 وزود ساوند. يلا بسم الله 3 2. انت خد راحتك في البصه يمين يسار، مهم حاجه ما تبصش لناش ناحيه الكاميرا نهائيا ولا ناحيتنا احنا. بصتك الاساسيه عند الوالده وعند الكتاب. تفضل بسم الله. كات خليك زي ما انت يا دكتور. كات رولينج بي رول لقاء الدكتور احمد تيك 2 3 ويت فور سيت 2 ان اكشن. من قصيده للوطن بعنوان سجدة الريح أقول منها:
يا نهدة التوتي في أرجائنا وطنا وحفلة الوطن المسكوب في رئتي ترابه شاعر في أصل سمرتنا كأنه السر في أعماق أحجيتي وجوهنا في ثرى تاريخه مهج من العلامات في هم وفي سعتي ووشمه عزة يزهو تلألؤها على وجوه بني الصحراء كالسمة يا موطني أنت نور الله في كبدي وسجدة الريح في إيوان أشرعتي. كات بيرول لقاء دكتور أحمد تيك وان مارك ست. معلش إبراهيم المصور هيصور من هنا وهيجي عندك. طيب أنا عندي اقتراح. معلش اسمع اقتراح من هنا مسافة بعيدة. لا ما هو نفس المسافة على نفس مدة البوم بتاع. اوكي جرب انت تحكوه في السيف سايد. اوكي طيب تمام بالنسبة لك أساس البوم برا الكاد. انا اوكي انا هاخذ كلوز عشان كده شوية. اوكي انت بيت نفس الكادر نفس الكادر. طيب اوكي روح لي هناك روح لي هناك وثبت كادرك ولعب على حركة خفيفة خالص. تنزلش على كده يا إبراهيم. اوكي احنا ستير روني او ساس ماشي خلاص. يلا سب بسم الله ماشي هقول لك تفضل اكشن افتح الكتاب اسحب الكتاب واقرا لنا منه. 3 2 1 اكشن. هذه قصيدة بعنوان إنسان طموح أقول فيها ماض إلى الجوزاء ناداني وقال أنا هنا مهما تقول شانئي سأظل في عيني أنا سأكون فوق بنوني بدرا تألق بالسنة لا أسكن الحلم الصغير لا أسكن الحلم الصغير ولا تكبلني المنى المجد للساعي المريد ولا نصيب لمن ونى المجد للساعي المريد ولا نصيب لمن ونى ليس المنى بالمال ينشم إرادتك الغنى. وشكرا شكرا أستاذ كانت ممتاز رول سبيك لقاء الدكتور أحمد تيك فايف. يلا 3 2 أكشن. طبعا أستاذ عبد الله أنت تأخذنا إلى مناحي كثيرة في الحياة وأنا أرى أنك تبحث عن موضوع التعدد. موضوع التعدد من الموضوعات التي وجدت نفسي فيها دون تخطيط مسبق. تزوجت زوجتي الأولى ورزقت منها بالأولاد والبنات وأسأل الله أن يحفظها وأن يحفظهم ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان مع عمي أخو أبي. كنا في أحد مجالس الصلح القبلية ونتحدث في أمور القبيلة ثم ذهب أصحاب الشأن للتشاور فيما طرحوا عليهم عمي وأعوانه الحكماء الذين كانوا معه.
وفي المجلس سألني أحد أبناء القبيلة: ما رأيك يا دكتور، عفوا، ما رأيك يا أحمد أن تتزوج الثانية على سبيل المزاح؟ فأجبته ممازحا: سأتزوج إن شاء الله، ولكنني أبحث عن ابنة شيخ. كان عمي جالسا وفجأة في سكوت الناس تكلم: يا أحمد، أجبت. قال: أنا شيخ. قلت: والله ونعم فيك يعني. قال: ترى بنتي فلانة زوجتك على سنة الله ورسوله، وهدية ما وراها جزية. بهذا اللفظ الجميع سكتوا في المجلس، ما أحد يتكلم، كل الأنظار مركزة على أحمد، ماذا سيرد؟ أنا شعرت بأن الأمر يعني ليس مزاحا الآن، هنا موقف أمام الجميع على رؤوس الأشهاد على ما يقولون. فلم أجد نفسي إلا واقفا، ثم اتجهت إلى عمي، قبلت رأسه وقلت: وأنا قبلت يعني. لا يمكن في موقف مثل هذا أن تجد أي إجابة أخرى. الجميع باركوا وهنأوا في ذلك الموقف. هنا بدأت عجلة التعدد في من ذلك المجلس، وفعلا وفى عمي بوعده وبقوله، ولكن بعد استيفاء الشروط. استيفاء الشروط كانت عن طريق خالتي التي قابلتني في اليوم الثاني وقالت لي: يمينا بالله، لن تكون ابنتي حليلة لك إلا بعد أن توافق هي وتوافق زوجتك الأولى بهذا اللفظ. كانت زوجتي الأولى أم محمد تعاني والدتي في الطائف في ذلك التاريخ، وأمي مصابة في البيت عندها، وهي التي تقوم على علاجي. علمت والدتي فغضبت لأنها تراها مثل ابنتها، وهنا بدأت المداولات بيني وبين الوالدة، بيني وبين أم محمد، حتى اقتنعت أخيرا بأنه لا مناص أمام هذا الأمر الذي فرضته القبيلة وفرضه الموقف. فتم الزواج الثاني بحضور أم محمد وبحضور عائلتي جميعا، ولله الحمد زوجتي الثانية ابنة عمي معي الآن هنا في المنزل. أما الزواج الثالث فجاء يعني أيضا عارضا، ولكنه برغبة شخصية مني هذه المرة، ولم يكن مفروضا علي فرضا. وتزوجت أيضا بامرأة من خارج قبيلتنا من محافظة القنفذة، وهي الآن زوجتي أم عمر، وموجودة أيضا معي في المنزل. قضية التعدد بصفة عامة هي قضية معقدة، لا دخل للرجولة ولا للفروسية ولا للقوة فيها. الأمر يتوقف على توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم على الإدارة الحكيمة للأسرة، وعلى أن يكون النساء متفاهمات فيما بينهن على المعروف. وفقني الله سبحانه وتعالى في زوجات طيبات سكنت كل واحدة في منزلها باحترامها، نجتمع ولله الحمد كثيرا على مائدة واحدة، اليوم في بيت أم محمد، غدا في بيت أم قمر، بعده في بيت أم عمر، وهكذا وجدنا أنفسنا ولله الحمد في حياة هادئة. أما الأولاد فولله الحمد أولادي جميعا وبناتي جميعا، بعضهن زوجتهن من بناتي لأنني تزوجت مبكرا فأنجبت أولى بناتي وأنا عمري 18 سنة. كانت ابنتي حمدة الأولى، ثم تلتها في السنة الثانية مريم، ثم في السنة التي تليها نورة، ثم فاطمة، وجاءني محمد خامسا بعد أخواته الأربع. ومحمد رأيت من قبل بني. تعاملي مع أسرتي هو تعامل التقدير والاحترام مني ومنهم، حتى أبنائي
وصلت إلى مرحلة الأبوة متأخرة حقيقة، وهذه أقولها لمن يشجع الزواج المبكر، لأن الزواج المبكر جميل أنه يحمي الشاب من جهة، لكنه الشاب في هذه المرحلة لا يستطيع أن يقوم بأعباء الأبوة الحقيقية، أن يشعر بأبوته لأبنائه. لم أشعر بشعور الأبوة إلا في مرحلة متأخرة، أشعر بأني أب لهؤلاء الأبناء أو لهؤلاء البنات. لم يكن هذا الشعور ناضجا كما هو ناضج بعد أن تجاوزت 30، شعرت فعلا بشعور الأبوة المتدفقة، الأب الذي يعني يحنو على أبنائه، يهتم لهم أكثر مما يهتم لأي شيء آخر في الدنيا. ولله الحمد الآن أبنائي أكملوا يعني معظمهم أكملوا التعليم الجامعي. محمد على وشك أن يتخرج مهندسا، سعد في المرحلة الجامعية، الأبناء والبنات الصغار في مراحل التعليم العام يتقدمون لله الحمد بوتيرة متصاعدة. نعيش حياة مستقرة هانئة رغم وجود التعدد، لكن لا توجد لدينا مشكلات عميقة أو مشكلات تفرقة بين الأسر أو قطيعة أو من هذه الأمور التي نسمع بها أحيانا في بعض الأماكن. عندك يا أبو زكي؟ أنا بالنسبة لي محاول الالتقاء لا انتهيت منها. طيب. فإذا في بقى أي شيء مميز، شيء نقدر نعمل فوكسينج عليه، أو عندك لو عندك أسئلة توجهها للدكتور أنا معك. أنا عندي قصة التلفزيون أحتاج ذكرها مع فصل السيارة مع الصباح اللي ينتج تكون بشكل كمي، وبعدها من طريقة الثانية. جاهزي؟ في عندنا حاجة؟ كم باقي فيه؟ عندك؟ هذه 5 أوكي خلص. في القرية كان التلفزيون لم يكن متاحا التلفزيون في القرية لعدم وجود التيار الكهربائي أصلا. كانت الثلاجات التبريد تعمل على اسطوانات الغاز، تعمل بالحرق بالنار. التلفزيون عندما اشتراه الوالد تقريبا في عام 1405 أو قبل هذا التاريخ أو قريبا منه، كان يعمل على بطارية السيارة. أحضر لنا تلفزيون أبيض وأسود ويعمل على الهوائي، ولا تشتغل كما هو معروف إلا القناتان الأولى والثانية، وتفتح من وقت محدد وتغلق في وقت أيضا محدد قبل منتصف الليل. فكنا نجد صعوبة في تشغيل التلفزيون في أوقات النهار، لأنه لم تكن لدينا الأماكن المهيئة. يعني إذا كان في غرف فهي موجودة، لكن لا يوجد داخلها تيار كهربائي تستطيع أن تشغل التلفزيون، فلا بد أن تجلس في الخارج لأن الهواء أبرد في الخارج، لا تستطيع أن ترى الشاشة في ضوء الشمس. فكنا غالبا نشاهد التلفزيون في الليل. في إحدى الليالي يعني أنا وهلال قمنا وأخذنا التلفزيون وشبكناه على بطارية سيارة الوالد. هو الوالد صارم جدا في موضوع السيارة، أن ما تقترب من سيارته في شيء، لأن في بطارية خاصة للتلفزيون لكنها كانت فارغة. فتسللنا إلى سيارة والدي ثم أخذنا البطارية وشغلنا التلفزيون وسمرنا عليها ثم نمنا والتلفزيون يعمل وقفل البث وانتهت، ولكن التلفزيون يعمل على البطارية، الشاشة النقطية هذه ظاهرة إلى أن انتهت البطارية. صحونا لصلاة الفجر ووجدنا التلفزيون يعني في الرمق الأخير، أخذنا البطارية وأعدناها إلى السيارة وأغلقنا السيارة وكأن شيئا لم يحدث. جاء الوالد شغل السيارة الصباح، السيارة ما تعمل، وجد آثار الأقدام ووجد أثار الأيدي على الكابوس، فعرف الأمر ووجد التلفزيون، فكان العقاب من جنس العمل طبعا.
الله يعطيك العافية. طيب أنت لك استثمارات ما شاء الله في العمل. استثمارات إيش؟ استثمارات مالية. لا مال هذه لا تدور يعني. أولها كان راتب في أول ابتدائي استلمت لك 1,050 ريال هذا كان أول استثمار. أعطنا قصته. في المدارس القرى وما تزال أظنها إلى الآن في بعض المحافظات تعمل، وهذا يدل على اهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم في شتى أنحاء القرى، وهذا ما جعل الأمية تصل إلى المستوى الصفر في المملكة العربية السعودية. كانت تصرف مكافأة للطالب في المرحلة الابتدائية في أي في التعليم العام بصفة عامة، وكانت أيضا كما تحدثت سابقا تصرف لنا التغذية وهي وجبات جاهزة لحقنا عليها في الصف الأول والصف الثاني ابتدائي ثم انقطعت. هذه المكافأة كانت 150 ريال شهريا، أحيانا تأتي كل شهر وأحيانا تتوقف وتأتينا دفعة واحدة. في الصف الأول الابتدائي لم أستلم مكافأة إلا في آخر العام، وجاءت مبلغ 1,050 ريال أتيت بها من المدرسة وأعطيتها الوالدة. الوالدة وجدت المبلغ ففرحت به، ولا أدري ماذا تريد أن تصنع به. كان يأتينا سائق الوايد من قبيلة أخرى، يأتي ويفرغ الماء عندنا في الخزانات ثم يذهب. فأول ما جاء أخذتني وذهبت إليه قالت أريد أن تشتري لنا ظعنا بهذا الألف، كم يجيب لنا هذا الألف؟ قال ابشري يا والدة أنا أخذ هذا المبلغ وأذهب إلى صاحب الحلال وأعرف. في مشواره الآخر جاءنا بأربع رؤوس من الظعن، وقالت هذه الظعن ظعن أحمد، ولم تكن لدينا ظعن قبل هذه الظعن إطلاقا، فكان من هذا الراتب الصغير أعطتني 50 ريال قالت هذه لك، أما الألف فكان هذه الظعن التي فرحت بها من جهة وأشقتني من جهة أخرى، فهي من جهة ملكي وهي من جهة أخرى عذبتني بأنها قبل المغرب تصعد في الجبل ولا بد أن أتبعها إلى القمة وأنزلها يوميا. طيب في 2006 هبوط رسم وكان لك هذا كان لك تجربة فيها. اي والله تجربة سيئة أحطنها من البداية. طبعا موضوع الأسهم إنه كنا يعني مع عموم الشعب في تلك المرحلة سمعنا بنهوض الأسهم وأن هذه الأسهم لها عوائد وأن هذه العوائد مجزية، فبادرت كغير من المعلمين عندما كنا زملاء في المدارس نجح يتحدثون في الأسهم وفلان كسب كذا وفلان حد وجد كذا، فكان هذا الكلام يشجع هذا ويشجع هذا، فدخلت مع المجموعة وأخذت مبلغا من المال وفتحت محفظة في بنك سامبا حين ذاك، وبدأت في التداول في سوق الأسهم. كانت حقيقة المكاسب مهولة وغير يعني أحياناً أقول أنها غير حقيقية، خاصة في موضوع الافتتابات، كانت الافتتابات يعني تفتتت بمبلغ زهيد ولكن تجني أضعاف هذا المبلغ عشرات المرات، ما حفزني إلى أن أخذ أحياناً أذهب إلى القرية وأخذ أسماء بعض الأسر وأعطيهم مقابل لهذه الأسماء ثم أدخل بها في الافتتاب، وعندما نبيع أعطيهم حقهم وآخذ حقي، وكان نصيبي كبيرا حقيقة. فجمعت أموالا وكنت على وشك الخروج من السوق، سأشتري أرض أو فيلا، كان المبلغ الذي جمعته كان مبلغا كبيرا، ولكن الطمع كان أيضا موجود، لا انتظر شوي انتظر شوي، فهذه الانتظارات وأنا أدخل في هذه الصفقة وهذه الصفقة كانت بعدها العواقب وخيمة وخيمة جدا.
كنا يعني بالأيام أمام الشاشات لا نملك إلا أن ننظر فقط. كل يوم تفتح الأسهم على نسب للأسفل، كل يوم تفتح 10% للأسفل، ما تملك أنك تغير فيها شيء، عروض ولا مشتري. حتى تضاءل ذلك المبلغ إلى أنه أصبح لا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى وفقني وكان ذلك المبلغ الذي بقي هو أساس شراء المنزل الذي أسكن فيه أنا وعائلتي. الله يعطيك العافية ويجزاك الجنة. أنا أعتقد أني انتهيت، ما عندي شيء. إذا عندك شيء تضيفه، قصة في راسك. ما خليت في شيء، حصلتوني من جد. يعطيك دكتور، وإحنا سعيدة جدا. احنا لسه عندنا جزء تاني هننتقل فيه هناك للمكتب. دخلت او جزء؟ لا احنا بنقول جزء يخص الشعر وما شابه. الاول ناخد كات. ناخد كات رول. معلش معلش كده انكر شيك عليه في اللغة. برا برا الكات. اوكي خلاص. انترفيو دكتور احمد تيك فور. ثري تو اند اكشن. بعد مرحله البكالوريوس والتعيين في حفر الباطن والعوده من حفر الباطن الى الطائف، كانت موضوع الدراسات العليا كانت تلح في مخيلتي، ولكن كانت هناك نقطه مرض الوالدة أسأل الله لها الرحمة، فكان هذا الأمر حائلا بيني وبين أن أذهب إلى هذه المنطقة في تلك المرحلة، لأنها كانت مريضة ومصابة بالسرطان في الثدي وفي مراحل متأخرة. هذا الأمر يعني استمر معي في عام 1425 24 25 26، فكان حائلا دون الالتحاق بالدراسات العليا. حين توفى الله الوالدة وأسأل الله لها الرحمة وأن يسكنها الجنة، أصبحت يعني الأمور أمامي أنه لابد من استئناف هذا الطموح. تقدمت لجامعة أم القرى للحصول على درجة أو عفوا للقبول في برنامج الماجستير، ولم يحالفني الحظ. لم أتوقف عند هذا الأمر. في 1428 فتح الماجستير في الطائف، فرأيت أن هذا توفيقا من الله أن يفتح الماجستير بجواري هنا في الطائف، وانتسبت إلى هذا البرنامج ووفقت في القبول وانتظمت فيه ودرست مرحلة الماجستير وأنا معلما في مدارس الأبناء في القاعدة الجوية في الطائف. استمريت في الدراسة وأنا أبني منزلي هذا عام 1428، فكانت من جهة دراسة مسائية لأيام معينة في الأسبوع، ومن جهة مدرسة للدوام الصباحي، ومن جهة أنا أيضا مشغول ببناء المنزل إضافة إلى الأسرة ومتطلبات الأسرة. فكنت أحاول أن أوفق بين هذه الأمور بقدر المستطاع. كانت هناك بعض العقبات، ولكن كنت محظوظا بأسرتي التي تفهمت أمري ووقفت معي ووقفت مساعدة كبيرة. استطعت في ظل هذه المساعدة أن أجد الجو المناسب للبحث العلمي، أجد الجو المناسب لأداء مهامي الوظيفية، وأجد أيضا الوقت الذي يكفي لمتابعة أعمال البناء في منزلنا الذي نحن الآن كنا نبنيه. المنزل كان في الماجستير. أيوه. طيب الدكتور يقول كنا نسافر وهو يبني لمرحلة الدكتوراه. استمر. والمقصد انه هربت. بس انا كمل مع الدكتور. طيب دكتور،
حابب انتقل معلش هنعمل شويه ورا كمان عند فقد والدك وكيف اثر معاك، يعني اشرح لنا علاقتك كانت كيف مع الوالده رحمه الله عليها واحساسك فيما بعد وذيك في ذيك الفتره في في في, في ذاك التوقيت. اشرح لنا ده، يعني نبغى نروح للطابع للحته الانسانيه اللي هنا. فقد الام من الامور الصعبه على اي رجل، ونحن مهما كبرنا نظل اطفالا في دواخلنا. طيب استاذنك خلي النظره بتاعتك ما زالت عندها طبع علشان انت اللي سالت. انا اسف معلش معلش اذا العقل الباطن راح. انا اسف انا هروح الناحيه دي. لا لا خليك خليك انا اقول لك خليك. لا لا انا عارف ان هي تكون حركه لا اراديه. لا عبد الله قاعد يلعب حركه لا اراديه. لا هو انا بس كاتب لعبد الله شيء عشان نخص العمل. تفضل. فقد الام من الامور العظيمه في حياه الرجل خاصه لان الارتباط العاطفي بين الرجل وامه ارتباط وثيق جدا، فنحن مهما كبرنا نظل اطفالا في دواخلنا. فاتذكر انني قلت في ردائي لها رحمها الله: الله اكبر يا امي، وقد غربت شمس الامومه وانقضت معالمها، لو شاب شاربي المقهور من زمني ما زال في الروح طفل لا يسالمها، الطفل احمد من فكت ملاعبه الدفئة، الطفل أحمد من فكت ملاعبه تشتاق أنواءك الدفئة براعم. فمهما كبرنا نحن نظل في دواخلنا أطفال. هذه القصيدة التي كتبتها في رداء أمي لم أستطع أن ألقيها في أي محفل، فهي تهزمني دائما. حاولت كثيرا أن أبكي في يوم وفاة أمي وبعد وفاتها، لم أستطع لم أستطع على الإطلاق. لم أرى أبي منذ أن عرفته وهو يبكي إلا في ذلك اليوم. أبي أعرفه رجل صلب قوي، لا 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 يستكين ولا يضعف في أي موقف، ولكنه في ذلك اليوم هزم وهزمته دمعته. أنا لم أستطع أن لم أستطع أن أعبر عن نفسي إطلاقا. حاولت كثيرا وحاولت ولم أستطع. فتلك الحادثة وتلك الفاجعة كانت من أكبر ما مر علي إلى يومنا هذا. ما أزال أجد والدتي حولي في ذكرياتي في أحلامي أشاهدها كثيرا. ارتباطي بأمي كان ارتباطا عميقا جدا، ربما لأن والدي كان منشغلا في العمل وأنا مع أمي، فكان ارتباطي أوثق بها وحنانها ولطفها كان معي أكثر. فآلمني كثيرا فقدها، وأسأل الله لها الرحمة والمغفرة. هذا الفقد ألزمني بأن أتولى بعض المهام التي كانت هي تغطيها، مثل العناية بإخوة الصغار، فتركت ابنين صغيرين وابنتين أكبر منهما، فأخذتهما من القرية إلى منزلي هنا في الطائف وسكنوا معي واستأنفوا دراستهم في منزلي. الوالد حاولت أن أنتشله من حزنه، حاولت أن أخرجه من تلك الدوامة وذلك الفراغ الذي وجد نفسه فيه، لكنه لم يستطع أن يخرج من تلك المنطقة، استمر طويلا فيها حتى أنه رفض الزواج، رفض الارتباط بأي امرأة أخرى، وكانت الظروف أقوى وأقسى منه، فاستمرت تضغط عليه وتضغط عليه في القرية حتى أرغمته على أن يرتبط بامرأة أخرى لتقوم على الأقل يعني إمداده بالأدوية وما يحتاج إليه صحيا. ومن هنا يعني بدأنا ندخل في محاولة تغطية الفراغ الذي تركته الوالدة رحمه الله. هذه الأسرة التي
أكن لها، سواء أسرتي على مستواي الشخصي أو أسرتي الكبرى على مستوى والدي وعمي، هي حضن كبير من الألفة وكذلك من الترابط والتعاون. فلهم جميعا مني الشكر على ما قدموه، وكان آخر ما قدموه هو احتفاءهم بي عندما حصلت على الدكتوراه، وكان احتفاء على مستوى قبيلتي والقبائل المجاورة لها، اعترافا بفضلهم علي جميعا في تلك المناسبة الكبرى، اعترافا كذلك بالفضل لأهله. ولذلك حاولت قدر المستطاع أن أقدم ما أستطيع لهذه القبيلة. حاولنا أن نقيم بعض المهرجانات التي تتآلف فيها القبيلة في الأعياد، وأقمنا ولله الحمد نسختين كانت موفقة، وما تزال جهودنا في أن نكافئ أو نرد بعض الجميل الذي قدمته لنا قبيلتنا، أو قدمته لنا أسرتنا الكبيرة أو أسرنا الصغيرة. أجد نفسي عاجزا عن التعبير أمام هذه الأفوال التي غمروني بها. النقطة الثانية أبو زكي. لو نسألك يا دكتور، كثير من المواقف الصعبة مرت عليك، إيه أكثر المواقف اللي أنت لجأت فيها إلى الله وشعرت إنه أنت يعني كنت في أقصى لحظات الإحباط؟ في شيء في في موقف في موقف في شيء فارق في حياتك، أو في شيء شهير حكيت لنا أنت؟ أيوه فاطر عليه. كانت أكثر المواقف الصعبة في حياتي هي وفاة الوالدة رحمه الله، هو منعطف فاصل كبير جدا في حياتي. لكن من المواطن التي ألححت فيها على الله سبحانه وتعالى بالدعاء كان موقف انتقالي من التعليم إلى الجامعة. فقد تقدمت إلى وظيفة محاضر في جامعة الطائف بعد عناء وتقديمات متتابعة استمرت لثلاث سنوات. فجاءت المرة الثالثة التي قبل فيها ملفي مبدئيا، ولكنني لابد أن أدخل في مفاضلات وفي اختبارات على وظيفة محاضر بدرجة الماجستير. هذه المرحلة أو هذه المسابقة كانت على وظيفة واحدة فقط، كان المتقدمون 26 متقدم. لم أجد أن لدي القدرة بأنني المحظوظ الذي سيحظى بهذه الوظيفة. قلت ربما تكون هناك بعض الأمور التي تقصيني عن هذه الوظيفة. فلجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دائما ولله الحمد يوفقني، وهو دائما أيضا يلهمني الصواب، وأجد يدا خفية في القدر تمتد إلي بالتوفيق. فلجأت وألححت كثيرا كثيرا في الدعاء، فجاءت البشرى في شهر رمضان المبارك بقبولي في هذه الوظيفة التي تؤهلني للانتقال من التعليم إلى المرحلة الجامعية، لأن هذا الانتقال يعني لي بابا جديدا في حياتي، الانتقال من الحياة التعليمية إلى الحياة الأكاديمية الصرفة، الحياة التي يجد فيها حامل رسالة الماجستير أو حامل الدكتوراه البيئة الأنسب لمواصلة طموحاتي أثناء الدراسات العليا. دكتور، أهم الدروس، أنت رحلتك كانت مليانة
مليانة دروس وعبر كبيرة جدا، لأنه كانت مليانة كتير من العقبات والصعوبات. إيه أكثر درس تحس دائما إن أنت حابب تعلمه لأولادك، وحابب دائما إن أنت يعني تطلعهم على نتائج هذا الدرس مقدمة، علشان لا يخطئوا خطأ نفس الخطأ، أو يحزوا نفس الحزو اللي أنت حضرته في 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 توقيت ما، بحيث إن هم يقدروا يواجهوا الحياة؟ إيه أهم الدروس اللي أنت بتواجهها دائما لأبنائك من خلال تجربتك أنت الشخصية؟ حقيقة في ناحية العبر والدروس المستفادة من هذه التجربة التي مررت بها وخذتها، أنني أحيانا قبل أن أرى أنه درسا يناسب الأبناء، أحيانا أوجه الدروس إلى نفسي. أحيانا أشعر بملل، أو أجد نفسي أنني توقفت أمام مرحلة معينة أو أمام جزئية، وأجد نفسي بدأت تقل عزيمتها في هذا الأمر، فأبحث إلى تعزيز طاقتي من جديد. أتذكر أنني كتبت بيتين في هذا الشأن، وأنا أقول لنفسي وأخاطب نفسي: فيا أيها الباكي على فقد زهرة، أمامك خلف الظل حقل خزامة، وفوق شعاع الشمس قصر معارف، وفي قمم الجوزاء سرب نشام. أحاول أن أحفز نفسي حتى وأنا أكتب الشعر في بعض الأجزاء، خاصة هذه القضايا يعرفها الباحثون، أن الإنسان يشعر أحيانا ببعض الدرار. أما لأبنائي فأنا أقول، سواء لأبنائي أو لأبنائي الذين أدرس لهم في الجامعة، أنا أقول لهم دائما ما كنت أردده، ما قاله أبو الطيب المتنبي: كلما كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فالنفس الكبيرة الأبية لا تنظر إلى تعب الجسم. وهذا أقول أيضا لهم، وأترجمه لهم بلغتنا الشعبية في القرية. أتذكر وأنا أسمع والدي يقول: مما يغبر شاربه ماد السم. اللي ما يغبر شاربه بالتعب والفلاحة والشقاء لن يجد ما يدسم به، لأن الدسم عبارة عن كرامة. عند العرب كانوا يمسحون شواربهم بالسم وبالشحم. الآن عندما نقول لأحدهم على خشم يقول عليه إيش؟ عليه الشحم، وهو دائما الدسم يدل على الكرامة. فمن لا يشقى ويكد ويتعب لن يحصل على هذه. أقول لهم أيضا ما قاله كثير من الشعراء في هذا الحقل. هناك بيت شعر أتذكره يقول فيه الشاعر: هنرجع تاني لنفس الفكرة، استذكر البيت وهنرجع نعيدها نكمل. شوف البيت: يقول الشاعر، يلا كمل. يقول الشاعر: تريدين لقيانا أماني رخيصة، ولا بد دون الشهر من إبر النحل، فلا يمكن أن نصل إلى أمر نتوق إليه بالسهولة، ودائما ما نأخذه بسهولة نفقده أيضا بسهولة. هذه النصائح وهذه الدروس التي استفدتها من هذه التجربة الطويلة أنقلها إلى أبنائي وإلى طلابي وإلى كل من أتحدث
إلي، لأن أمور مرتبطة بالعزيمة بالإرادة، وكلما امتلك الإنسان هذه الإرادة استطاع أن يصنع فارقا حقيقيا. تأتي بذكر ونبدأ فارس ما رحنا إلا ما يهمك فارس. لا فارس ما في رب معه. أعتقد أنه كانت مرحلة ال ما دخلنا فيها مرحلة البكتير. ما أعتقد أن فيها حماس يعني زي قصة العميد حمد مع والدك، هذه نحتاجها. أبشر يوم أنقذه. يعني إذا عندك بس شيء عشان ننتهي بوزكني ولا يكمل هذه ونرجع ترجع له. يلا أعطيني قصة العميد حمد يوم أنقذ الوالد. كنت في حفر الباطل معلما، وفجأة جاءني اتصال من ابن عمي هلال في جدة بأن الوالد تعرض لحادث مروري، اصطدم بمجموعة من السيارات، وهو ينقل الوالدة من القرية إلى جدة لحضور موعد في مستشفى الملك فهد. هنا كان لابد أن أسافر من حفر الباطل إلى جدة. قال لي هلال لا تسافر حتى نرى الأمر. فانتظرت في اليوم الأول. اليوم الثاني اتصل بي قال هنا احتمال أن يدخل الوالد التوقيف، هنا لابد أن أجد طريقة للسفر إلى جدة لأمنع هذا الأمر أو أحول دونه. فأثناء محاولاتي كانت الرحلات قليلة، لم أجد رحلة من حفر الباطل في ذلك اليوم، فاتصلت مباشرة بالرجل الذي أعرفه، النقيب حمد اليان. اتصلت على النقيب حمد وشرحت له الأمر، قال أعطني ساعة فقط حتى أتبين الأمر وأعرف ما هو وأبشر. فاتصل النقيب حمد بالإدارات حتى وجد موضوع الوالد عند أحد الضباط وأخبره، قال أنا كفيل هذا الرجل، أنا أعرف ابنه وابن رجل وافي، والعم عيسى عندي، أي شيء عند العم عيسى عندي. فتكفل بأمره حتى تأتي أوراق التقدير للسيارات المتضررة في الحادث. جاءت أوراق السيارات المتضررة، كانت أكثرها سيارة لأحد الرجال كان تقديرها فوق 75,000 ريال. لم يكن في ذلك الوقت التأمين سهلا، وكان المبلغ هذا مبلغ عظيم. سيارة مرسيدس من نوع شبح موديل 98 ونحن في العام 2000، يعني سيارة جديدة. فاضطررت للسفر، وصلت إلى جدة، وفي اليوم الثاني جاءت أوراق التقدير وحكى لنا النقيب أن المبلغ هو كذا وكذا، عندكم المبلغ؟ لا والله ما هو عندنا. اتصلت بالنقيب حمد وأخبرته، قال ما عليك. فأرسلني إلى النقيب علي الوادعي، وهو كما أخبرني العميد حمد لاحقا قد توفي وهو برفض الحقيب، نسأل الله له الرحمة. هذا الرجل عندما أتينا إليه استقبلنا أحسن استقبال، واتصل بصاحب السيارة وطلب منه الحضور. أثناء حضوره تحدث معه وأخبره بالأمر. الرجل كان يقول هذا الرجل صدمنا ثم هرب. فقلت له الرجل لم يهرب، الرجل صدم ثم أعطى أوراقه لرجل المرور وأخذ السيارة للحجز، وهو أكمل طريقه حتى يذهب إلى المستشفى للحق بالموعد. هذا الموعد كان من قبل 6 أشهر، إذا ذهب الآن فلن يحصل عليه إلا بعد 6 أشهر أخرى، والوالدة مضطرة لحضور هذا الأمر، فنرجو أن تقدر هذا الأمر الإنسان. تفهم ولكنه لم يتفهم جيدا، قال أريد التعويض. فكان المبلغ ضخما، ففاوضه النقيب علي رحمه الله وحاول معه، ولكنه في النهاية يعني قدر النقيب وقدم تنازله، أسأل الله له حسن الجزاء. فكان هذا من المواقف النبيلة للنقيب حمد اليامي، أيضا بعد تخرجي من العسكرية، ما يزال
وفاء هذا الرجل ممتد له. فيها قصة وانت صغير يمكن في سن 5 سنوات أو أقل، حصلت الوالدة وخالتك يبكون ويصيحون صياح حار على وفاة الملك خالد، أعطانا هذه القصة. طبعا سكان القرى من النقاء ومن السماحة، يعني بمكان عالي جدا ويشتهرون بهذا الأمر. فأتذكر في من هذه المواقف أنه في عام 1402 وأنا تقريبا ابن 7 سنوات في الصف الثاني الابتدائي تقريبا، وكان الوقت ظهرا، كنا نأخذ الأخبار فقط من المذياع، لا يوجد لدينا جهاز تلفزيون في تلك المرحلة. فتفاجأت وأنا ألعب أنا وابن عمي وأختي بأصوات النساء ينتحبن انتحابا وصياحا وبكاء. استغربنا ما هذا البكاء، لم نعهد لهذا الأمر يعني. فعدنا إلى المنزل ننظر وقلنا ربما يعني كأطفال حدث شيء ولا أمر من الأمور التي تحدث في المنازل، لكن تفاجأنا بأن الثلاث أمي وخالتي وعمتي، أيوة خالتي وعمتي زوجات عمي أبو هلال لأنه متزوج من امرأتين. فكنا مجتمعات حول الراديو ويبكينا وينتحبنا بصوت عال، وفهمنا من كلامهم أن المتوفى هو الملك خالد رحمه الله. فما يزال هذا الموقف يرن في ذاكرتي لهؤلاء الناس ووفاء هؤلاء الأنبياء. كارت شباب. أنت اللي في الدكتور تيك 3 صح؟ 3 يس. مارك. 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 يلا صوت كنا 3 شفت. 3 2 1 أكشن تفضل. بعد الزواج كنت أسمع كلمات من عمي والدي أنه يجب أن تستقل، أصبحت رجلا متزوجا، يجب أن تستقل، يجب أن تصرف أنت على نفسك وعلى زوجك. فكان هذا الكلام يحرك عندي رغبة في الوظيفة. تحدثت مع والدي حول موضوع الوظيفة، كان مترددا، قال أكمل السنتين ما تبقى لك في الثانوية ثم بعد ذلك اذهب. ألحيت في الطلب فقال لا بأس، سافر مع عمي، إن وجدت وظيفة مدنية توظف فيها، ولكن انتبه أن تستمر في أي وظيفة دون أن تكمل الدراسة. دخلت مع عمي إلى مدينة جدة، كانت مدينة لأول مرة أدخلها، عجيبة، التنظيم فيها، الشوارع، السيارات الجديدة، هذه الأمور كلها كانت تلفت الشاب القادم من القريب. بحثت عن وظيفة مدنية في إدارة ديوان الخدمة المدنية في أماكن أخرى، لكني وضعت ملف هنا وملف هنا. في اليوم الرابع تقريبا ونحن في جدة كان عمي وهلال معي، طلب مني عمي أن أمر معهم إلى شرطة جدة. قال سأمر أنا وهلال عند ضابط أعرفه في شرطة جدة ونقدم لهلال على وظيفة. دخلنا إلى إدارة الشرطة، قابل الضابط وأنا وهلال ننتظر في الخارج. نادوا هلال، دخل هلال على الضابط، فحص الأوراق، نظر فيها، قال يتبقى عليه سنة. قال عمي معي ابن أخي هنا، فأدخلني على الضابط، فحص الأوراق، قال له هذا مقبول. أنا سحبت نفسي، ترددت، قلت يا عم الوالد لا يريد أن أدخل في العسكرية. قال يا رجال ادخل العسكرية مصنع الرجال و
أبوك سأقنعه، و يعني تداولنا الحديث قليلا فأقنعني بأن أستمر في التقديم، والضابط أيضا زالف الإقناع فوقع الأوراق وقال خلاص الآن سأحيلكم إلى إدارة أخرى تستكملون الإجراءات فيها. فعلا أمدونا بالأوراق اللازمة التي فيها التوقيع والمعرفين وتوقيع شيخ القبيلة وكل هذه الأمور، فأخذنا الأوراق. قبل أن نصل إلى الديرة في القرية وصل الخبر إلى الوادي بأن أحمد تقدم على العسكرية، فعدت إلى القرية فوجدت الوالد غاضبا، كيف تخالف ما طلبته منك؟ قلت والله الحدث كذا وكذا وكذا، وأنا رجل متزوج الآن وعندي بيت وعندي أسرة ولا بد أن أصرف عليهم، وأعدك بأني سأستمر بالدراسة. فتعجب يعني كيف ستستمر؟ أنا جربت العسكرية، العسكرية لن تجد فيها الوقت اللي تستطيع أن تدرس وتواصل العسكرية، لو وظيفة مدنية عملها ثابت في النهار وفي الليل تدرس في المدرسة الليلية، لكن العسكرية دوامها شفتات مختلفة وربما ينقلونك إلى مناطق ما فيها دراسة. فكان متردد الوالد يعني حقيقة، لكنني ألححت عليه وألحت والدتي بناء على رغبتي. فوقف دخلت إلى الدورة العسكرية في عام 1412، وكان يعني دخول المنتشي وفي نفس الوقت المترقب ماذا سأجد في هذا المكان الجديد. في الدورة العسكرية عندما دخلنا إلى مركز التدريب بدأت الأمور تختلف، بدأت أرى الوجه الحقيقي للعسكري. في الأسبوع الأول أوامر لم أعهدها في المدرسة ولا في القرية، وأنا شاب في عنفوان الشباب وفي عنفوان الكبرياء، وأجد من يتحكم بي تحكما فظيعا، يخطئ أحد الأفراد خطأ بسيط يجازون المجموعة كاملة عقاب جماعي. أقول أنا ما فعلت كذا، بل عبارة شهيرة كانت في الدورة، الشر يعم والخير يخص، كانت هذه العبارة متداولة، ولا بد أن تتقبل كل ما يعترض الطريق في هذه الأثناء. فاستمر الأمر في الأسبوع الأول. في الأسبوع الثاني بدأ الأمر يشتد أكثر، بدأت أجد أن الأمر لا يطاق، ومطلوب منا أن نستمر لمدة 45 يوم دون خروج من هذا المكان، وأنا شاب متزوج حديثا، زواجي كان قبل الدورة بثلاثة أشهر فقط. فأجد لدي شوقا إلى القرية، إلى زوجتي، إلى والدتي، إلى كذا، ولكن هنا لا يمكن الخروج، حتى في الخميس والجمعة لا يمكن. استمر الحال على هذا الأمر حتى وجدت أنه داخل الدورة العسكرية هناك سلوكيات أنا لم أعهدها، ومجتمع مختلف تماماً عن المجتمع الذي أنا خرجت منه. فحتى تأقلمي مع زملائي مع الأفراد الذين دخلنا في الدورة، سلوكيات أبناء المدينة مختلفة تماماً عن سلوكيات أبناء القرى، أجد تباين، وهذا التباين كان يعمل داخلي يعني فصل يفصلني عن هؤلاء. أجد سلوكيات يعني شائنة، أجد ألفاظ يعني لا نقولها في القرية إطلاقا ولا نجرأ أن نقولها، لكن هنا يقولون هو يضحكون، الطرف القائل والطرف السامع يضحك. أنا لا أستطيع أن أتقبل مثل هذا، فبدأت أنعزل، لكنني كنت مجدًا في تلقي الدروس العسكرية، في تلقي الدورة، في تلقي التدريبات، وهكذا استمر الأمر حتى خرجنا من الدورة في بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر جاء التوزيع، وزعوا العاملين في الدورة إلى أقسام الشرط المختلفة، وجاء نصيبي أن أرسل إلى الدوريات الأمنية. بعض الزملاء أرسلوا إلى أقسام الشرطة، المراكز، المخافر،
مختلفة، بعضهم إلى إدارات مثل إدارة المناسبات أو كذا أو كذا، ولكن أنا جئت في الدوريات الأمنية. هنا بدأت مرحلة جديدة في الدوريات الأمنية، يعني من أول يوم صعدنا فيه إلى سيارة الشرطة التي تدور في الشوارع وتعمل على صيانة الأمن في الشوارع. نحن لم نتلقى التدريب الميداني، تلقينا التدريب النظري. كنا ندرس مادة اسمها الدوريات الأمنية، ماذا تفعل الدوريات الأمنية ومهامها وكل الأعمال التي تقوم بها. فبدأنا في أعمال الدوريات الأمنية في تلك المرحلة، وبدأت أشاهد الوجه الآن المختلف العسكرية. أجد أن هنا تفرقة بين الضباط وبين الأفراد، تفرقة بين الأفراد أصحاب الرتب الصغيرة مثلي والأفراد الذين رتبهم أعلى في العريف أو كالرقيب أو رقيب. هناك أيضا اختلاف في هذا الأمر. وجدت أن هذه البيئة أيضا ليست البيئة التي كنت أطمح فيها. تحركت رغبتي. أوقف حضرتك معلش، عشان عايز انتقل عند مرحلة العميد العميد حمد اللي هو كان وقتها نقيب. هل هي المرحلة اللي حضرتك فيها دي مرحلة النقيب؟ كان نقيب هو ولا ما يجي في المرحلة هذه كلها، في مرحلة لاحقة. أوكي. أنا الآن أقبلت على مرحلة الهاجس الدراسة، النقيب استأنف دراستي. أوكي. بعد أن وجدت هذه البيئة التي لا أجد نفسي فيها، بدأت أفكر جديا في الدراسة وفي حديث أبي. كان حديث أبي يرن في رأسي، فبحثت عن مدرسة للدراسة الليلية. لم أجد في السنة الأولى بحكم الدورة العسكرية فضاعت. السنة الثانية ذهبت إلى مدرسة فقالوا أنت تأخرت وأغلقت المقاعد. فبالكاد وجدت في السنة الثالثة وأنا في العسكرية، وجدت مدرسة ليلية في حي مشرفة في جدة اسمها مدرسة الفيصل الليلية. انتسبت. أيوة انتسبت إليها. كانت مدرسة ليلية في حي الشرفية اسمها ثانوية الفيصل الليلية. انتسبت إليها في المرحلة الثانوية ودرست سنتين، أكملت المرحلة الثانوية بتقدير جيد جدا. وهذا ما كنت أطمح إليه في تلك المرحلة، أن آتي بمعدل عالي حتى أستطيع أن أنتظر في الجامعة. بدأت أتقدم للجامعة. جاء التقديم بجامعة الملك عبد العزيز وتقدمت إليها طالبا منتظما وليس منتسبا، لأن هناك نظام للانتظام ونظام للانتساب. فتقدمت على نظام الانتظام. نظام الانتظام يمنع أن تكون موظفا، وإذا كنت موظفا لابد أن تأتي بإثبات أن مرجعك يوافق على أن تدرس في الجامعة منتظما حتى لا تغيب. فدخلت إلى المسؤول هناك في القبول والتسجيل، أخبرته بأنني عسكري، قال فقط أكتب تنازل عن المكافأة الشهرية، لا تستلم مكافأة شهرية. وفعلا تقدمت بالتنازل وانتظرت. أتذكر ما أتذكره أنني أتيت إلى أحد الضباط المسؤولين عني وكان الملازم سليمان المطول، أخبرته بأني أرغب في الانتظام في الجامعة وغدا إن شاء الله سيكون وقت القبول في الجامعة. فكان من القصص التي أراها من القصص الفارقة أو الداعمة لطموحي تلك القصة الغريبة التي حدثت من أحد الأفراد الذين لا أعرفهم معرفة شخصية وكان برتبة وكيل رقيب. أخبرت الملازم فتداخل ذلك الرجل، قال بلهجة جلفة وعامية ما بقول الأشكال هذه تدخل الجامعة. كانت عبارة صادمة، لا أعرف الرجل. فمباشرة أنا ثبت يعني من هذا الأسلوب ومن هذا اللفظ. فبدأت في شد الكلام مع الرجل، لكن الرجل رد أيضا بشراسة، وآخر ضحك، لكن الملازم تدخل وقال ما يجوز يا أبو فلان، وأنت الله يوفقك يا أحمد، ونسأل الله لك التوفيق، وخلاص غدا أو الليلة انصرف بدري حتى غدا تستطيع أن تستكمل أوراقك في الجامعة. هذه العبارة على قساوتها في لحظتها وألمها، لكن ولله الحمد وفقني إلى أني وظفتها التوظيف الإيجابي.
أخذتها طاقة إيجابية بدل من أن تكون طاقة سلبية هادمة، فأصبحت طاقة إيجابية بانية. كل ما تذكرت هذا الرجل الآن أقول جزاه الله خيرا، ربما زادني على ما لدي من طموح، طموحا لأن أحقق ذاتي. طيب ترابطك مع العميد العميد حمد لقاك به، عملك معه ككاتب، دخولك للجامعه. فور انتسابي للجامعه طالبا منتظما بدات في انه اجد هناك بعض الصعوبات، انه بعض اوقات العمل ستكون هناك شفتات تتعارض، فطلبت من الرقيب أن يضعني في مكان أجد فيه وقتا مناسبا للدراسة. فكان العرف السائد لدى الزملاء العسكريين في تلك المرحلة أن من يدرس الجامعة وينجز الجامعة سيتخرج ملازما، أول ما ينجز الجامعة يبتعث إلى مدينة الملك فهد، أو عفوا يبتعث إلى كلية الملك فهد الأمنية بالرياض، ويعود برتبة ملازم مع أقدمية سنة. فكان يعني بعض الزملاء يناديني الملازم، جاء الملازم، ذهب الملازم، وهناك من يداعب بأنك إذا تخرجت ملازما ستفعل أو يعني ستختلف عما نحن عليه. بعض الرقباء يقول سأجازيك الآن حتى لا أندم لاحقا أنني وأنت تجازيني أنني لم أخذ حقي مقدم. فكانت يعني الثقافة العامة أن من يدرس في الجامعة هو في طريقه لأن يصبح ضابطا. تحول الطموح الذي كان لدي من أنني أتخرج معلما، وهذا الطموح كان في مرحلة متوسطة، إلى أن أتخرج وأصبح ملازما، لأن رأيت أن التمييز هناك للضباط والملازمين لهم ميزة مختلفة عن الآخرين. وجدت رجلا في المكان الجديد في العمل وهو الملازم أول حمد ابن مانع المنجم، وكان لقائي بهذا الرجل لقاء مثيرا حقيقة في بدايته. أقف أمام رجل حازم ورجل صارم ورجل ديناميكي ومتحرك في كل مكان تجده، يعني بدأت أثبت نفسي لهذا الرجل بأنني أعمل بكفاءة وأنني كذا. ثم تقربت منه وأخبرته بأنني أدرس في الجامعة. أول ما قلت له الجامعة بدأ الرجل يعني يكبر في هذا الطموح، وجدت منه الدعم ويعني مد يدي المساعدة، وجدتها فعلا من هذا الرجل من وقت ما أوضحت له أنني طالب جامعي. بدأ التعامل يختلف، فقال أرني خطك بالكتابة، فرأى خطي، فقال إحنا محتاجين إلى كتاب للفرقة يكتبون الكشوفات ويعدون هذه الكشوفات حتى تذهب إلى الإدارات الأخرى، وهي بخط منظم وبطريقة لائقة، لأن استخدام الكمبيوتر في تلك المرحلة لم يكن كما هو الآن، يعني نادرا ما تجد مكتب به كمبيوتر، ومكاتب الكمبيوترات تكون إدارات مستقلة وقليلة ما تجدها في كل أنحاء الإدارة. ففعلا انتقلت معهم إلى العمل في كتابة الفرقة، وكنت أعد الكشوفات والتقارير وأشرف عليها هنا وأشرف عليها هنا. ثم في إحدى المراحل كنت أعنى بجمع منجزات الفرقة كاملة، في نهاية الاستلام تأتي الفرق كاملة ويسلم انه اعداد المضبوطات واعداد المنجزات الدوليه الامنيه في تلك الليله في مدينه جده كامله لهذه الفرقه، ابوظها في كشوفات خاصه ثم اسلمها الى كاتب الفرقه ثم الى الملازم حمد، وتذهب الى قائد الدوليه. وكنا بهذا العمل وجدت رجلا حقيقه يعني مهما وصفت تعاون هذا الرجل قياسا بشخصيته العسكرية الصارمة في إنجاز المهام والأعمال وحرصه ودقته، فأنا كأنني أمام متناقضين، رجل في الجانب العملي صارم جدا وفي الجانب الإنساني رجل متسامح جدا.
فكنت يعني محظوظا بلقاء هذا الرجل. ايضا قابلت رجال اخرين امثال الرائد صالح الرفاعي، امثال قائد الدوريات في تلك المرحله كان معنا الرائد الهمام الذي اصبح لواء ومديرا لشرطه منطقه مكه، عبد العزيز الصولي كان ايضا من الرجال الداعمين ومد يده، وكان سيرسلني قبل ان ادخل الى الجامعه، كان سيرسلني الى كليه الملك فهد الامنيه بتوصيه منه. هؤلاء الرجال اعتبرهم من الكنوز التي وضعها الله سبحانه وتعالى في طريقي. فانا واجهت صعوبات سواء في حياه القريه، سواء في الدراسه، سواء في التوفيق بين الدراسه والعمل، في كل هذه الامور، ولكن هناك يد خفيه للقدر تضع هؤلاء النبلاء في طريقي ويمدون الي يدا حتى تجاوزت الكثير من الصعاب. وجدت صعابا كثيرة لا أخفي ذلك، لكن وجدت في مقابل هذه الصعاب رجالا أوفياء ونبلاء لم يتأخروا لحظة في أن يسهلوا لي هذه الرحلة. ناس ما مقاطعة تحدثني من استلمت الوثيقة وتوجهك للملازم أول العميد أنك تبغى تقدم استقالة من العسكرية. انتقل طوالي هنا؟ ايوه، لانها خلاص يخصص مرتبه طبعا العميد ذكرها. ايوه صح يا ابو مظبوط متابع الان وش قال يعني؟ اي جاني يقدم استقاله، قلت له لا انت رجل منضبط ما ينفع انك تاخر من عسكري تحتاج مويه. لا 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 بس اني قلت اخذ بس عشان اختم افكاري. بعد التخرج من الجامعه أو قبل التخرج من الجامعة، قبل التخرج بسنة واحدة جاء أمر ملكي بإيقاف ابتعاث الأفراد إلى كلية الملك فهد الأمنية، فهنا توقف الحلم لأنه توقف النظام الذي يدعم هذا الحلم في أن تكون ملازما في الشرطة. عام 1419 قبل تخرجي بسنة واحدة فقط جاء الإيقاف. في هذه المرحلة أكملت السنة الأخيرة في الجامعة وتخرجت عام 1420، لكن ما يزال الحلم موجودا، فتحركت في محاولة للحصول على استثناء بحكم أنني شاب بحكم العمر، أنني ما زلت يعني في العمر المناسب لأن أحظى بهذه الرتبة، خلافا للأفراد الذين كانوا يحصلون عليها بعد الثلاثين. أنا ما أزال في سن 25 أو أقل. فهنا بدأت رحلة البحث عن الاستثناء، ولكن أيضا لم أوفق. في عام 1421 رفعت قرار بالاستقالة من العسكرية بعد أن سارت أوراقي في إدارة الشؤون التعليمية في وزارة الدفاع فيما يسمى بمدارس الأبناء. هناك أجريت الاختبار وتمت المقابلة وتم القبول المبدئي. بعد القبول المبدئي وجدت نفسي مضطرا إلى الخروج من العسكرية، فقدمت على الاستقالة. في تقديم الاستقالة كان اللقاء بيني وبين النقيب حمد الياب، رفض وحاول أن يقف في طريق الاستقالة إخاء ومحبة، قال استمر وربما تأتي فرصة أخرى وتصبح ضابطا، لكن وجودك معنا في العسكرية سيكون يعني داعما لمسيرتك وأنت رجل ملتزم ورجل منضبط. فأخبرته يعني لا أستطيع أن أبقى في هذا المجال وأنا أحمل هذه الشهادة ما دمت وجدت مجالا آخر، وتفهم هذا الأمر، وهو أيضا ما وجدته لدى قائد الدوريات المقدم الزهراني. عندما أتيت إليه أيضا كان حديثه بنفس هذا الحديث، أنه كيف يا ابني أنت شاب وتترك عملك وأنت برتبة عريف
ابقى في عملك. فقلت كيف ابقى في عملي وانا حاصل على الشهاده الجامعيه؟ انا وجدت قبول في كذا وكذا. مباشره اول ما اخبرته بهذا قال لا، هنا انا لا اقضي طريقك ابدا، اسال الله لك التوفيق. انهيت اجراءاتي ثم انتقلت الى وزاره الدفاع معلما في مدارس الابناء، وكان التعيين في مدارس الابناء في حفر الباطن في مدينه الملك خالد العسكريه. خرجت من العسكريه الى عسكريه ولكن برداء مدني، وهناك كانت رحلتي في قطاع التعليم في مدارس الابناء في مدينه الملك خالد. تتعيد هناك بس شويه بس عايز اركز على النقطتين الاول. عندي ماشي عندما اصبحت استاذ حصلت على بس احنا 7 دقائق الدكتوراه نعمل كارت او 6 دقائق وجاك اول اتصال دول المحورين عشان نقفل المرحله الثانيه. عشان عايز اقفل مرحلتين كده عندي لما جاك لما جاء الاتصال من العميد حمد يسألك هو انت ويبارك لك عن الدكتوراه لما شاف اسمك او شاف شيء يخصك في الجرايد وقتها. هو اول ما اخذ الاستاذ دكتور حصلها في الصحف وتواصل معه. قال الدكتوراه دكتوراه استاذ ذكر استاذ دكتور. ما مشكله بسيط. لا عشان يكون بين التناسب بسيطه. لا خلي الدكتور يذكرها بالشكل الصحيح وانا هناك عند التاني. هذه توا الاستاذ دكتور ما لها شهر. ايه هو قبل بزمان في الدكتوراه. ايه بس هو ممكن اخطا. ايه ما هي مشكله سهله. ايه ما عليها في المونتاج. تمام. يعني وعاني الان اقفز كل المراحل. ايه هنا نقفز لهنا. ممتاز. في احد الايام ورد الاتصال من رقم غريب لا اعرف هذا الرقم. مباشره رديت يعني اول ما سمعت الصوت يعني تحركت لدي الذاكرة نحو منطقة لكن لا أعلم أين هذه المنطقة. فيعني في هذه اللحظة كنت يعني رديت بسرعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. أريد أن يكرر جملة أخرى حتى أعرف هذا الرجل. فأول ما تكلم كيف الحال مباشرة أدركت أنني أمام النقيب حمد بن مانع آل نجم اليان، الرجل الذي كان معي أثناء عملي في شرطة جدة. تحركت كل المواقف النبيلة لهذا الرجل في ذهني وهو يبادر بأعلى صوته مبروك يا دكتور مبروك يا دكتور ما شاء الله هو أنت أحمد الهلالي زميلنا ولا أنا غلطان؟ قلت ويبارك قبل أن يتأكد. قلت لا والله وصلت خير. وبدأ في الحديث الجميل والكلام الذي أثنى به علي وآمل أنني أستحق ما قاله في تلك المكالمة التي لا أنساها. هذا الرجل لديه من النبل والأصالة والوفاء ما يجعله قريبا إلى كل من يتعامل معه، وهذا ما أعرفه عن النقيب حمد أنه معي ومع زملاء الأفراد الآخرين ومع زملاء الضباط بذات الوتيرة بهذا الخلق الرفيع. واستمر التواصل بيني وبين العميد حمد، وكان آخر هذه التواصلات أنه أكرمني بزيارة إلى منزلي هو ابن مانع، وما يزال التواصل قائما بيني وبينه وسيمتد بإذن الله بين أبنائنا في المستقبل. النقطة الثانية أتكلم عن أحمد الهلالي الإنسان، كيف قدر يجمع ما بين مسؤولياته العائلية، أقصد بها العائلة الصغيرة، ومسؤولياته العائلية التي تخص العائلة الكبيرة والقبيلة، ومسؤولياته الجامعية بعد حصولك على الدكتوراه. هذه كلها كيف قدرت توفق ما بينها وانت تحصل على وقدرت ان انت تكمل وتحصل على الدكتوراه؟ جميل. يعني خصوصا اللي ما قبل خصوصا ايه خصوصا انه انا اذكر بعض المواقف او اللي ذكرها الدكتور فارس فيها موقف مواقف فيها نوع من
نوع من سوء الحظ او سوء التوفيق بناخذ نعمل كات عشان خد كات دكتور تيك تو مارك دكتور انا بس عايز استفسر هذا التلفزيون نفس التلفزيون ده هذا اللي كان انت وهلال ايوه توصلون له البطاريه و... لا هذا اللي في هذا اللي في القريه اللي كنت توصلون له البطاريه اوكي انا بس لاني متذكر القصه لما حكى اكد انه كان تلفزيون ابيض واسود فانا خفت انه يكون في تعارض الان اوكي لا يبقى احنا ماشي مظبوط بس اني التلفزيون حكى لي قصه حلوه فقعد اكتبها اي لا انا متابع كويس يلا نبدا من عند قصه ان والدك حب يرفعك شويه فجاب لك المره دي تلفزيون ملون تفضل طبعا التلفزيون الملون من نوع سانيو هذا التلفزيون كان فارقا عن التلفزيون الذي كان في القريه بالابيض والاسود كنت اتابع على هذا التلفزيون الساعه 10 صباحا طلاب في المدارس واحمد جاء يوم الجمعه من القريه وبات والصباح يوم السبت المفروض يكون في المدرسه كنت اداوم يوم السبت لان هناك استاذا مصريا انا احب مادته لأنها مادة الفنية وأحب المهارات لأني أحب الرسم فأحب المهارات التي أراها منه في الأشياء التي يرسمها بطرائق لم نكن متعودين عليها في المدرسة سابقا يوم السبت أداوم أدرس تماما يوم الأحد لا الساعة 10 صباحا لابد أن أتابع أفلام الكرتون بعد الساعة 11 هناك مسلسل مصري في فنانة أتذكر اسمها نادية سيف النصر أو مثل هذا فكنت أحرص على مشاهدة هذه الفتاة وهذا المسلسل حرص تام فلا أغادر يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء أربعة أيام من الأسبوع أغيب لا أحضر إلى المدرسة. يوم الأربعاء يأتي خالي أركب في السيارة ونعود إلى القرية لا مشكلة ثانية أو أجد سيارة لأي شخص آخر أركب معه إلى القرية ويوم الجمعة أعود ونفس الموضوع ربما استمريت على هذه الحالة ثلاثة أسابيع لا أحد يعلم عني أسرتي لا تعلم والدي لا يعلم فجاء خالي بالصدفة إلى المدرسة سألهم كيف مستوى أحمد في الدراسة قالوا أحمد من الطلاب النجباء المميزين لكن نحن ندعو الله لوالدته بالشفاء وأن يمن عليها ما بها والد قالوا يقول أم مريضة قال لكم كذا قال نعم قال يعني متى غاب قالوا غاب الأسبوعين الماضية لأنه تعرض لهذا الظرف ونأمل أن يمن الله عليها بالشفاء. قال طيب نادوني أحمد. أول ما دخلت إلى إدارة المدرسة وشاهدت خالي أيقنت يعني وعلمت أن الأمر انكشف وأنني أمام واقع جديد وقضية جديدة. حاولت أن أصلح الأمر لكنه لم يصلح على الإطلاق. أخبر خالي الوالدة ثم أخبر الوالد ثم ثارت الثائرة. حدث كذلك أمر في تلك السنة كان أيضا من الأمور توقف لي هنا رجعت حدثت الكارثة وش كانت العقوبة؟ العقوبة من أبي طبعا هددني بالضرب الوالد كان الله يشفيه كان قاس في هذه النواحي يعني لا يحب أن تفرط يعطي ويمنح كل شيء مالا دلالا أي ما تريد لكن لا تخرج عن السياق الذي يرسمه لك فكان عقاب الوالد يعني قريب من الضرب لكنه لم يضربني حقيقة عاقبني بأن سحبوا التلفزيون كذلك عاقبني بأمور أخرى لكنها مضت في تلك السنة أيضا وهي سنة مشؤومة كان لنا أستاذا يعني يريد أن يشتري
عجل، فأرشده أحد الأقارب الذين يدرسون معي في نفس المدرسة إلى أن لدينا عجول، قال لدى عائلة أحمد عجول، فأتى الأستاذ وطلب شراء العجل. هذا العجل لي. في القرى هناك عادة لديه حتى يربط الشاب أو الفتى بالمواشي وبالأغنام وبالممتلكات، يقومون بحيل ذكية جدا. لديه ماعز، إذا ولدت هذه الماعز يوزع منها على أبنائه، هذه لفلان وهذه لفلانة وهذه لفلانة، وهكذا يسمونها البخاتة عندنا، ربما في مناطق أخرى لها مسميات أخرى، هي كالهبة، لكنها تنمي لدى الإبن محبة لهذه القطعان ويظل منتميا إلى قريتي وإلى هذه القطعان. أنا كنت محبا لهذا العجل ولا أريد أن أفرد لأنه مذلل، يعني العجل يراني من مكان بعيد، يجري إلي، أعطي أشياء ويتابعني، يسمع صوتي في أي مكان، يأتي إلى المكان الذي أنا فيه. فجاء الأستاذ وكان أيضا بخيل، دفع فيه 1200 وارتقى إلى 1300، وأنا قلت لا والله ما ينباع بأقل من 1500، وأنا أتمنى أن ينصرف الأستاذ، وفعلا انصرف الأستاذ، لم يشتري العجل وأنا ارتحت. ذهب أستاذي في المدرسة، هو الذي يدرسني مادة الرياضيات، لا أعلم ماذا حدث وحملت هذه المادة، رسبت في هذه المادة عند ذات الأستاذ. بعد هذه الحالة أخذت دور ثاني لأنه كان ترسب الآن في الصف، اختبارات الفصل الثاني يكون في الصيف في ما يسمى الدور الثاني، تختبر فرصة ثانية، اختبار آخر، تنجح أو تعيد السنة في المرحلة كاملة. ففعلا اختبرت الدور الثاني ورسبني هذا الأستاذ، ورسبت في الصف الثالث المتوسط، هذا سبب الإعادة في الصف الثالث المتوسط. هذه الإعادة ستعيدني إلى القرية، لأنني الآن أنا كنت أسبق مدرسة القرية بسنة، عندهم الصف الأول متوسط أنا في الثاني متوسط، عندهم الثاني متوسط أنا في الثالث متوسط، إعادتي لهذا الثالث المتوسط فتحت الثالث المتوسط في القرية، ثم عدت إلى القرية واستأنفت الدراسة من جديد، وعدت إلى نظام النقلية وإلى نظام القرية الكامل، واستمرت السنة كاملة حتى حصلت على الصف على الشهادة المتوسطة من مدرسة الصحابي عبد الرحمن ابن عوف، ولا أنا غلطان؟ غلطان؟ عبد الرحمن عوف اللي بالدير عنده هوش اللي محمد وش اسمه؟ عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن عوف عنده بالدير وش اسمه اللي هو محمد؟ الزبير بن عوف؟ لا الزبير هذا ابتدائية، الزبير بن عوام المتوسطة والله ما أدري درست المحطة، لا لا هو عبد الرحمن بن عوف، لا عبد الرحمن عوف عنده ابتدائية، ابتدائية متوسطة يا رجل هذه نعم بدون ما تسميه. طيب خلاص نتركها إذا، بس الصوت شوف يا سعد مين بالراس خليه ينتهي الصوت لأن الصوت ده بيدخل معانا، شوف شوف المايك ده حساس بياخد كل اصوات الاصوات يا سعد، كويس انه ما جينا في القطعه. ايوه طيب استمر. طيب استمر على الشارع المدرسه درس ام حطب خلاص. اذا عدت الى القريه في مدرسه ام حطب بعد ان عدت في المرحله المتوسطه في الصف الثالث المتوسط. بعد ذلك هذا محمد جاب العشر خلينا نكمل ما عندي خلينا نكمل معلش انت انت معمور هنا ترى يا محمد ما انت معزل كمل نكمل معلش لازم نقول لك هنوم هنوم مالك هنوم طيب هنوم اذا عدت الى القريه في القريه عدت الى نظام النقليه عدنا الى نظام الذهاب المبكر كان الوالد في تلك المرحله
يعني على وشك التقاعد، على وشك التقاعد من العسكري. في ذات السنة تقاعد الوالد واشترى معدة زراعية نسميها الشيول، جرافة. اشترى هذه الجرافة وكانت لديه في القرية، وكذلك اشترى إبلا وهي يعني من المواشي الجديدة على الوالد في تلك المرحلة. فزادت أعبائي في القرية بوجود هاتين ال ما في أصوات. يلا مو مشكلة مو مشكلة. حنوقفك بتلاش. أنا ما هو معايا وقف من صغيرين، إذا في صوت دخل مؤثر معاه حيوقف. مش أنا. يعني ما تلاش. إيه. إحنا ممكن نسمعه ودنا هو. هاتان القضيتان المستجدتان في أملاك الوالد اللي هو الجرافة والإبل زادت من أعبائي في القرية. أصبح لدي في القرية الآن أعباء إضافية على الدراسة، غير أعباء المواشي أو الأغنام التي كانت سابقة أو الأبقار. فزادت الأعباء هنا لأن الإبل من عادتها أن تذهب إلى مناطق نائية بعيدة عن القرية، ففي كل شهر لابد أن تذهب إلى منطقة مليئة بشجرة الأثل. الإبل محبة للملح ولكن بعد فترات طويلة، فهي تستمر على الأعلاف والأكل الطبيعي إلى مرحلة معينة، ثم لابد أن تكسر هذا الروتين بملوحة شجر الأثل. وشجر الأثل يبعد عنا تقريبا 12 كيلومتر، فكانت تذهب في الليل ولابد أن أذهب في الصباح على أثرها حتى أجد الإبل وأعيدها في ذات التوقيت. وفلت معاناتي مع المواشي ومع الأغنام ومع الإبل ومع كل هذه الكائنات مبكرة جدا، منذ المرحلة الابتدائية كنت أتابع الغنم ونرعى به في مناطق وعرة جدا. يعني الآن أنظر إلى الأماكن التي كنت أذهب بالأغنام إليها أقول لا أدري كيف كنت أذهب إلى تلك الأماكن، كيف؟ لأنه الآن من المستحيل الآن أن أصل إلى تلك الأماكن، كنت أذهب إليها. كنا أيضا أحيانا نذهب في الليل المظلم. في إحدى المرات كانت لدى الوالد ناقة ولدت في منطقة بعيدة عن القرية، فانتظرت الوالد حتى يعود وأتيت إليه أبشره، أبشره ناقتنا فلان لها اسم طبعا جابت قعود صغير. قال ما شاء الله، فكيت البيت؟ قلت لا لم أفك البيت. قال لا، هذه المصيبة، كيف تترك ناقة والد في منطقة نائية مع حوار صغير وهي مقيدة؟ لو جاء الذيب لا تستطيع أن تدافع عن هذا المولود. فمباشرة بعد صلاة المغرب قال والله لتذهب إليه وتفك الذيب. جاءت الوالدة غاضبة وكانت تطلب من أبي أن يتراجع عن هذا القرار. أنت ما تخاف الله، كيف ترسل ولد في هذا العمر إلى هذه المناطق في هذا الليل الأسود؟ ما تخاف الله. حاولت تثني عن هذا الأمر لكنه رفض وأصر وأقسم أن هذا. ذهبت بالسيارة إلى مكان، يعني أصبحت المسافة إلى الناقة ربما 4 كيلو، لكنها مسافة لا تمشي فيها السيارة، لابد أن أقطعها على القدم. أحمل بندقية ومعي فانوس، وليس كشاف كهربائي، فانوس على الغاز. صعد في طريق وعر، يعني بالكاد بعض المناطق بالكاد يتسع لقدم واحدة حتى تعبر هذه الصفة إلى منطقة أخرى. وكنت أحمل الفانوس والبندقية، وإذا أخبرني الوالد إذا صعدت إلى مكان معين أطلق طلقة البندقية حتى لو في سباع حول الناقة تتفرق. وفعلا واستمريت في السير أخشى من الهوام الحيات كذا. لكن موضوع الجن لم يكن يقلقني كثيرا،
لم يكن يقلقني كثيرا لأنني أشعر أن لا وجود لها، وأن معظم ما يقال، وأنا في تلك السن معظم ما يقال عنها لا يعدو يعني خرافات. فكنت أسير وأغني، وحتى وصلت إلى الناقة. حين وصلت إلى الناقة فكيت الجيت وربطت القيد في وسطي أنا إثباتا للأبي أنني فعلا أطلقت الناقة. ثم بحثت عن شجرة، هذه توصية أيضا من الوالد، أن تبحث عن شجرة يابسة وتصب عليها من قاس الفانوس وتوقدها، منها تدفئ الناقة ومنها تنفر السباع. وهذا ما حدث، أوقدت الهشيمة ثم أطلقت طلقة بالبندقية وعدت إلى سيارتي. في الطريق كأنني أسرفت في القاز الذي سكبت على الشجرة فانطفأ الفانوس وأنا أسير، فكانت الدنيا ظلاما دامسا لا أرى، لكنني أتحسس وأعرف هذا الطريق لأنني أتيته كثيرا مع الغنم، أعرفه جيدا. حتى عدت إلى سيارتي وعدت إلى المنزل ربما في الساعة 11 أو قرب منتصف الليل. الوالدة لم تنم رحمه، كانت صاحية حتى أتيت. عظيم جدا. طيب أنا حابب عشان أعطلها بس عشان نعمل الترابط بتاعنا عشان الوقت، نرجع ناخد أي قصص قصص نقدر نحب ناخدها نحطها في أماكنها ونحطها. يعني عايز أتنقل من هنا المرحلة دي، عايز أدخل مباشرة عند مرحلة النضوج وقت التحاق العسكري والمفارقة. السؤال الأخير في أول صفحة. ايوه عشان نقدر نعمل ربط مع بقيه الشخصيه مع الميد ومع هلا، فهمتني؟ لانه معظم القصص هي على قدر ما هي مشوقه الا ان اشتريتها ان ما فيهاش شهود، فهمتني؟ يعني حتى ثلاث بنود هنا الاخر واحد اللي فوق الثاني بالرغم من ما ضربت اللي بالرغم من عندك هناك قصه وصلتها ايه بالرغم من برهانك. لا هذا سؤال واحد. طيب استرسل لنا في زواجك كان قبل عسكري قصة الزواج وانت في العمر بالضبط ومباشرة نعم دين عشان بالملي إلى يعطينا قصة الدورة كان فيها الفاضل كان فيها اختلاف قبل كان 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 لا أنت خلنا الدورة. بعد أن أنجزت الثالث المتوسط في القرية بعد عودتي انتقلت إلى أضا مرة أخرى مع مجموعة أيضا من الأصدقاء، لأن الثانوية غير موجودة كذلك في القرية. فانتقلت إلى أضا مرة أخرى ودرست المرحلة الثانوية للصف الأول ثاني. كانت هذه المرحلة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1991. في تلك المرحلة 1990 90 الغزو العراقي الغاشم 91 90 يا أخي 91 مولود أخوك في حرب الخليج 90 91 جايبين الاثنين أنا ساعتها في الجيش بس إنها 90 بالضبط المرحلة الثانوية في 90 يدخلنا في 91 من 90 دخلنا في 91 ساعتها جاي في 91 في المرحلة الثانوية درست مع مجموعة أيضا من شباب القرية بنفس الكيفية التي درسنا بها المتوسط وكانت دراسة الصف الأول ثانوي في العام 1990 مع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. كنت شابا ناضجا في وقتها وكانت أيضا الدراسة ميسرة، الأمور كانت مختلفة نوعا ما عما كنا عليه في السابق. أصبح لدينا الوعي الكافي لإدراك كل ما يدور حولنا، كذلك الاهتمام بقضية الدراسة والتحصيل والدرجات أيضا كانت أكثر مما كانت عليه سابقا.
انتهيت من الصف الأول الثانوي، ثم كعادة أهل القرى عندما يخط شارب الفتى قالوا أصبح فلان رجلا، ومباشرة كلمة رجلا هذه تكون مقدمة لزوجه. فمن عادات القرية لدينا أن يتزوج الشبان في عمر 16-17، هذه العادة كانت متأصلة ومتجذرة لدى الجميع، ويعتبون على من لا يزوج ابنه في هذا السن، ولدك رجال كيف ما تزوج. والدي إلى الآن يلومني على أنني لم أزوج أبنائي قبل أن يتخرجوا. أنا أقول لا، لن أزوجهم حتى يتخرجوا. هو يقول أنت مخطئ علي، أنا لم أفعل معك هذا. ففي القرية كانت تدور الحديث بين النساء، أحمد يتزوج زوجوا أحمد، ابحثوا لأحمد عن فتاة، وهكذا. فخالتي أم هلال هي التي بحثت، وجاءت إلى أبي وإلى أمي قالت آل فلان لديهم فتاة مستعدة للزواج، وابنكم ما شاء الله رجال. فأنا كلمت أمها وتقول أن لا مانع لديه. أنا في عمر 17، يعني ما أزال في ذلك الوقت، يعني أزال فتى صغير، البنت التي سأتزوجها في عمر 15 طفلة تعتبر في معاييرنا الآن. لكن الزواج تم، وتم على حسب الأصول المتبعة في القرية في تلك المرحلة. هذا الكلام عام 1991. تقدم والدي ودفع المهر، ثم جاء الزواج. طريقة الزواج في القرية كانت على امتداد يومين كاملين. اليوم الأول يكون في والد الفتاة، نأتي إليه ونقوم بمد الفرش وما يتعلق بها، ثم نأتي بالحطب، ثم نأتي بالذبائح، ونحن نقوم بكل هذه الأمور. نحن نفرش، نحن نأتي بالحطب في السيارات الخاصة، نحن الذين نذبح ونسرق الذبائح ونطبخ العشاء، ثم يقدم. وأنا بنفسي اشتغلت في كل هذه الأمور، وذبحت وسلقت الذبيحة، وشاركتهم حتى قدمنا العشاء. بعد ذلك اليوم الثاني يكون غداء، وهذا الغداء تجتمع فيه القبيلة في مكان معروف، ويكون مكان خاص في شجر السدر الضخم يستظلون فيها، ويقومون برمي الأهداف. رمي الأهداف هو أن يضعوا مجموعة من حجر المرو في جبال بعيدة، ويقومون بالتصويب عليها بالبنادق، بنادق معينة تصل إلى هذه المسافات، وتكون مباراة بين فريقين، فريق من هنا وفريق من هنا، وهناك من يعد الإصابات، فريق كذا أصاب كذا وفريق كذا أخطأ كذا، ولا بد أن يشارك الشباب في هذا الأمر. فكنت أشارك أحيانا في هذه التجمعات، وخاصة عندما تكون عريسا فأنت مطلوب دائما أن تقدم تكريما لك في هذه المناسبة. في الليلة الثانية يكون ما يسمى بالخراج. لاحظ الزواج يمتد إلى يومين، كلها اجتماعات ومناسبات ما عدا الليلة الأخيرة. لا، يكون الاجتماع فقط للعريس وأهل العروس، يستقبلونه بعشاء خاص، ونصبوا في خيمة أنا وزوجتي بجوار والدها، معدة ومؤثثة بكل ما يلزم، أعدوها لنا هناك. ثم كان الخراج، تزوجت وبقيت يعني في الليل مع زوجتي، في النهار لا، هنا في النهار كل يذهب في حياته، لا بد أن تذهب في أشغالك وفي أعمالك. اللي عنده حلال يذهب إلى حلاله، اللي عنده عمل هنا أو هنا يذهب إليه،
والعصر والمساء يعني يجلسون الناس في أماكنهم. كنت أود أن أنقل زوجتي إلى منزلي عند الوالد، لأنني في تلك المرحلة بنيت غرفة خاصة للسكنة، لكن البيت الخيمة التي بجوار نسيبي ستكون مؤقتة. فمن أقدار الله أن أحد الأطفال مر بجوار الخيمة من إخوة الفتاة ثم أشعل فيها النار، وأنا في منزل الوالد رأيت النار من بعيد وهرعت مسرعا إلى المكان خائفا على الفتاة، على أهلها، على أخيها. وجئت يعني بالكاد أني استطعت أني أسحب أسطوانة الغاز حتى لا تنفجر داخل الخيمة، فسحبتها وهي ساخنة، وكنت يعني أشعر بفروسية عظيمة أمام العروس لأنني أنقذت بيتهم وأنقذت أهلها من هذا الأمر. فخرجنا، وبعد ذلك أصبح يعني خلاص طريق متاح أمامي أنني أنتقل أنا والعروسي إلى منزلنا بجوار الوالد. انتقل هناك، بدأ الحديث الجديد من عمي والد هلال. كلما صادفته قال: أي شاب مثلك الآن متوظف، أنت عال على أبيك، أنت رجل، كيف تبقى في هذا الموقف متزوج وأبوك يصرف عليك؟ فكان يعني يرمي هذه الكلمات بين فترة وأخرى، واستمر الحديث. جاء إلى الوالد وقال: أنا إن شاء الله سأسافر إلى شباب. احنا كده يريد حتى 27 دقيقة. الدكتور انترفيو تيك وان. حياك الله يا ابو محمد، و الله يعطيك العافية على تحت الفرصة ان احنا نتشرف بهذا العمل العظيم جدا والمراحل المثرية. ف يعني نشكرك بعنف الله. فحاب في البداية انك تحدثنا عن المولد والطفولة الى ما قبل رجوعك للدية. حياكم الله اخي عبد الله، وانا سعيد حقيقة اللقاء معكم في هذا المساء، وسعيد ايضا بهذه الجهود المذكرة لقناتكم المباركة. اذا تحدثت عن النشأة فانا اتحدث عن العام 1394 هجرية، 1974 ميلادية، كانت في حالة عمار، منفذ حدودي على حدود المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. بحكم عمل الوالد في هذه المنطقة ولدت في ذلك المكان. كان ترتيبي الثاني في الأسرة بعد أختي الكبرى التي رزق بها الوالد قبل أن يسافر إلى المنطقة الشمالية. أنت هزيت رأسك وأنا تحدث عن النشأة إلى أربع سنوات، يعني أتواصل إلى خمس سنوات. النشأة كاملة، كيف كانت ظروف الحياة؟ طيب جميل جدا. أكمل كمل الكوب، نقدر نوصل ممتاز. هذه المنطقة التي وجدت فيها كانت منطقة بدائية جدا. تحدث عن معرفة مرة أراك. هذه المنطقة التي وجدت فيها كانت منطقة بدائية جدا. المنازل الموجودة فيها كانت عبارة عن منازل من الصفيح الزنك. كنا نسكن مع الأفراد الذين يعملون أيضا في حرس الحدود في تلك المنطقة بالقرب من المنفذ. سكننا في تلك المنطقة وكالأطفال الآخرين لم أكن أدرك، لم أكن واعيا حتى وصلت ربما إلى الثالثة من عمري، فما تزال لدي بعض الذكريات التي تباغتني بين حين وآخر من تلك الفترة. أولى الذكريات التي أتذكرها في مرحلة الوعي والإدراك، وهي مفارقة عجيبة، أن أرى الذئب. يعني أكثر ما يخطر في بالي أنني رأيت ذئبا لدى أحد
الجيران كان يربي في منزله في بيت الشعر، وكان مربوطا في العمود بيت الشعر. أتذكر منظر الذئب، أتذكر الحفرة التي كان يدور فيها وأنا ربما أكون في عمر الثالثة. كنت أذهب أنا وأختي هلا نلقي نظرة على هذا الذئب المرعب في المنام. وربما من الذكريات أيضا أنني أتذكر أنني كنت يصطحبني الوالد معه إلى العمل في سيارته، ربما تكون مازدا قديمة في السبعينيات. أتذكر حتى أن أشرطة الكادريج أو الكاتريج تقريبا بهذا المسمى، الأشرطة الكبيرة التي سبقت الكاسيت، كنت أراها مع والدي. أتذكر أغنية محمد عبده أيضا في تلك السيارة. أتذكر رحلة اصطحبنا فيها الوالد إلى منطقة حقل، المنطقة البحرية، ما شاهدته في تلك المنطقة. أيضا من الذكريات الجميلة التي أتذكرها مع أختي، لأنها كانت هي الطفلة الكبرى وأنا معها باستمرار، أن الوالد دعا مجموعة من زملائه ومنهم إمام المسجد. أتذكر هيئة ذلك الرجل بالبشت البني والوترة البيضاء وهو يجلس في المجلس ونحن ننظر إليه من الباب. فأسأل أختي: من هذا؟ قالت: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من تلك المرحلة، لكنني لا أتذكر شيئا كثيرا بعد أن قضينا ربما 4 سنوات. عدنا إلى القرية بحكم أن الوالد نقلنا إلى القرية استعدادا لانتقال عمله من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الغربية، وهذا ما حدث لاحقا، أنه انتقل إلى القطاع الغربي لحرس الحدود في منطقة جدة، وعمل في الليث في محافظة الليث. ممتاز. النقلة النوعية بين البيئة هنا والبيئة هنا، الدير كيف كانت؟ كيف كانت المعيشة؟ كيف كانت وسائل التنقل، الأطفال، الألعاب؟ طبعا الانتقال بالنسبة للطفل لا يكون مدركا كالكبار الناضجين المتأملين. أنا كطفل صغير انتقلت من بيئة إلى بيئة لا أشعر بالفارق المكاني، ولا أشعر كذلك بالفارق الزماني، وإنما أتيت مع الوالد. تذكر في طريقنا إلى العودة أننا مررنا بمدينة جدة وأقمنا عند أحد الأقارب هناك في حي يدعى حي بني مالك. في حي بني مالك خرجت مع ابن هذا القريب في العصرية إلى البقالة، ثم عاد ولكنه انشغل مع بعض الصبية الذين يعرفهم، وأنا لا أدري كيف تاهت بي الخطى وتهت في ذلك الحي. بحثت كثيرا عن المنزل، بحثت لم أتبين المعالم التي رأيتها. كل ما رأيت باب قلت: هذا الباب ربما هو الذي رأيته سابقا. استمريت في البحث لكن للأسف لم أجد شيئا. بكيت كثيرا، تعبت كثيرا، مشيت كثيرا ربما لمدة 6 ساعات وهم يبحثون أيضا عني في المنزل، لا أحد يعلم. حتى وجدني أحد الرجال وأخذني إلى العمدة، والعمدة أبقاني عنده، فجاء قريبنا هذا إلى العمدة ووجدني لديه واصطحبني. هذه من ذكريات الانتقال أيضا. في القرية لا أعلم يعني هل أنا فعلا في البيئة السابقة التي كنا فيها في الشمال أم في البيئة في بيئة جديدة، لا أدرك ذلك، لأنني في عمر 4 تقريبا. أتذكر أننا أتينا إلى منطقة كثيفة الشجر، منطقة لا عمرنا فيها، وذلك لا يفرق عندي كثيرا لأننا أيضا كنا في بيئة لا عمرنا فيها في المنطقة التي كنا نسكن فيها. الأرض المخصصة لوالدي بجوار عمي ما كان فيها بناء. الوالد أحضر خيمة زيتية، نصب الخيمة في هذا المكان. الوالدة مع قريباتها أيضا والنساء في القرية أعدوا عشة إلى جوار الخيمة، وهي عبارة عن أخشاب مركوزة ثم فيها قواطع من الأخشاب وعليها غطاء من الأعلى. وكنا في النهار
تحت العشة المفتوحة لها، وفي الليل نسكن في الخيمة ونضع أدواتنا وأشياءنا فيها. كانت القرية عبارة عن منطقة نائية، منطقة كذلك فقيرة جدا، لا شيء فيها من وسائل حديثة على الإطلاق، حتى أن الماء، أتذكر أن الوالد كان ينقل الماء من منطقة بعيدة عن منزلنا، ربما تبعد الآن مسافة 20 كيلومتر، لعدم وجود آبار، والوالد يريد أن يحضر ماء عذبا، لأن الماء الموجود في القرية معظمه يعتمد على مياه الودران، ومياه الودران آسنة ويخشى من الملاريا والأمراض، فكان يحضر الماء. تخيل أنه كان يحضره في اللاستيك، لاستيك الكفر، كانوا يعدونه كالقرب، لاستيك الكفر يقص من وسطه ثم يعقد في أحد الطرفين ويملأ بالماء من البئر من خلال الدلو، حتى لم تكن هناك مواطير للماء أو مكائن لسحب المياه، كانوا يملأونه بالدلو ثم يأتون بهذه اللساتك معبأة توضع في السيارة، وفي المنزل يبدأون بتفريغها في أهنية أخرى للتبريد تبرد، لكن هذه اللساتك تخضع للنظافة قبل أن تستخدم لهذا الاستخدام، تخضع للنظافة وتغسل غسيلا كثيرا وتفرد كثيرا حتى الطعم ما يتغير بعد، فهي تخضع لعمليات بدائية كانت يقوم بتلك المرحلة. القرية كانت كما أسلفت بدائية جدا، المعيشة فيها ضنكة، الأطفال لا يجدون الكثير من وسائل الترفيه التي يذهبون فيها، معظم الأماكن التي نذهب إليها هي شجرة السدر العملاق، نجد فيها ثمرة النبق، نجد فيها بعض الأشياء التي نجنيها، المواشي هي الموجودة هي المتوفرة، والأقاصيص المرعبة من الأفاعي من العقارب من الجن، أشياء مختلفة. جميل، هذه ما قبل المدرسة طبعا. طيب عندك شيء تقول قبل ما ندخل المدرسة؟ شيء بتضيفه؟ أتذكر أن الوالد كان يغيب عنا كثيرا لأنه يعود إلى العمل، فيكون عمي بحكم وجوده في القرية وهو بجوار منزلنا، كنا يعني تحت إشراف عمي إشرافا مباشرا، هو الذي يتولى شؤوننا. الأطفال لا يوجد إلا 3 أطفال، أنا وأختي وهلال ابن عمي، نحن في الأسرة فقط 3 أطفال، لا يوجد أطفال آخرون، فكانت الحياة يعني شبه فارغة، لا يوجد فيها ازدحام أو افتراض أو كذا. كما أسلفت، وسائل الترفيه قليلة أو معدومة، إذا أردنا أن نلعب نحن لابد أن نصنع ألعابنا نحن بأنفسنا، كان نصنع من الأحجار جمال ننحتها، من الأحجار الخفيفة نصنع منها على أشكال الجمال، أو نصنع منها على أشكال السيارات، أو من علب العصير أحيانا طويلة نصنع منها مثل المعدات الجرافات، أو نصنع كذلك من جالونات الزيت نصنع منها سيارات، ونصنع لها إطارات وكفرات من أحذية النايلون الخفيفة بواسطة العلب، نسخن العلب ثم نضعها على الحذاء حتى تخرج منها دائرة الكفرة، ثم نستخرجها ونصنع لها إطارات ونقشة الكفر، ونضع لها أعمدة في هذا، ثم نجرها بالحبال، وبدل ربما الأطفال يأخذون ألعابهم أمامهم، نحن لا، نأخذ ألعابنا خلفنا فنجري وهي تجري وراءنا. جميل. مرحلة الدراسة ما كان في دراسة كثير في الوقت ذاك، كيف دخولك المدرسة والابتدائي؟ والمدرسة الموجودة كم كان لها سنة؟ هل هي أنشئت قبلك بقليل؟ كيف كان وضع المدرسة والمعلمين؟ خذ وقتك فيها. طيب،
طبعا دخلت المدرسة في عمر السادسة، وكانت المدرسة تبعد عن المنزل تقريبا 15 كيلا. المدرسة بدائية جدا، عبارة عن سور، وداخل هذا السور ثلاث غرف، اثنتان مبنية من البلوك الشعبي واثنتان مبنية من غرفة مبنية من الزنك ومستودع. أعيد، أنت قلت ثلاث وهي أربعة. كويس، إنك حريص أنت. أعيد كل الكلام؟ لا، بس المدرسة. لا، أعيد كل كلامي في المدرسة. إيه، ودّ من ال. من وين؟ من المدرسة كانت مكونة. إشرح. تمام. كانت المدرسة مكونة من سور، وداخل هذا السور مجموعة من الغرف، منها اثنتان مبنية بالبلوك الشعبي، وغرفة للصف الثاني ابتدائي مبنية من الزنك، وكذلك غرفة للصف الأول ابتدائي والمستودع. الغرف المبنية من البلوك الشعبي واحدة للإدارة والمعلمين، وواحدة للصف السادس والخامس يدرسون في ذات الغرفة. دخلت المدرسة عام 1400 هجري، اللي هو 1980، وأنا ابن 6 سنوات. لم يدخل معي ابن عمي هلال في تلك المرحلة لأنه لم يكمل السن القانونية بعد، فكنت أنا الأول في الدراسة. كنا نذهب مع نقلية تأخذنا من المنزل إلى المدرسة، وهي نقلية متعاقدة مع إدارة التعليم. هذه النقلية تأخذنا من المنازل يعني ربما قبل صلاة الفجر، لأن الطريق إلى المدرسة طريق وعر جدا، مليء بالحجارة والالتفافات والأشجار وأودية متعرجة، ثم ندخل في منطقة معبدة تعبيدا بدائيا، تجد فيه مطبات متوالية، فلا يستطيع سائق النقلية أن يسرع، فنصل على وقت الطابور. في المدرسة كان هناك الأساتذة ومعظمهم من جنسيات عربية، من الجنسية المصرية، من الجنسية الفلسطينية، من الجنسية السورية، نجد أساتذة وكذلك من الجنسية السودانية أتذكر. ربما لم أرى أستاذا سعوديا إلا أستاذا واحدا أتى، وكانت المدرسة يعني لا يوجد فيها وسائل ترفيه أو ملاعب أو أشياء يستطيع الطالب أن يجد جذب إليها. كانت المدرسة تصرف لنا المأكولات معلبة، وهي تأتي من إدارة التعليم في علب، وتسمى في تلك المرحلة التغذية، تأتي في علب خاصة وهي عبارة عن وجبة لكل طالب، جبنة وكيك صغير كذلك، وشيء من الشوكولات السائلة في علب توزع أثناء الفسحة، وبعدها نستمر في الدراسة. استمرينا السنة الأولى، نجحت في السنة الأولى وترقيت إلى الصف الثاني، وعندها سجل ابن عمي ذا في المدرسة وكنا معا. مراحل المدرسة بعد ذلك توالت المدرسة الابتدائية، لكن كنا نجد بعض الصعوبات، أحيانا صعوبات تعطل السيارة النقلية سواء لحدوث بنشر، أو أحيانا ربما يكون العطل بسبب آخر ميكانيكي آخر، وهكذا كنا نمشي مسافات طويلة إذا حدث ذلك، وعلى أمل أن تلحق بنا سيارة لأحد الساكنين في القرية، لكن هذا نادر جدا لأننا نسمع السيارة بمسافات بعيدة لفرط الهدوء في المنطقة، لا توجد سيارة، فكنا نجد صعوبة ونجد معاناة في الذهاب والإياب. أيضا كانت هناك شدة من المعلمين أحيانا،
استخدام احيانا مفرط في الضرب في القسوة، لكن كان الاباء يحرضون المعلمين زيادة، لا ينهونهم عن استخدام العصا او الضرب. فالمقولة المشهورة عندهم اعطيتكم لحم وردوا عظم، او في مثل هذه المقولة التي يقولونها، المهم لا تكسرونه. اللحم لا مشكلة، اقطعوا في اللحم كما تشاءون بالضرب، لكن اهم شيء لا يأتيني مكسور. فكانت المرحلة الابتدائية مرحلة قاسية. السنة الثانية افتتحت او الثالثة افتتحت مدرسة في الوادي الذي نسكن فيه، وهذه المدرسة كانت عبارة عن مدرسة من الخيام، فقط افتتح لتقرب المسافة، لكن افتتح فيها الصف الأول وأنا في الصف الثاني في تلك المرحلة. ولا عفوا في خطأ، أعيد عادي خذ راحتك. أيوة، في تلك المرحلة أو في السنة الثانية التي دخل فيها إلى المدرسة افتتحت مدرسة جديدة في الوادي الذي نسكن فيه أقرب من مدرستي في أم حطب. هذه المدرسة انتقل إليها هلال لأنه في الصف الأول، أما أنا طالب الصف الثاني فلا يوجد لي مكان في هذه المدرسة، فانفصلت عن ابن عمي في هذه المرحلة، صديق الطفولة، فكان يداوم في المدرسة القريبة وأنا أداوم في المدرسة البعيدة، واستمر هذا الانفصال بيني وبين هلال إلى الصف الثالث المتوسط، وسأتي على قصة الصف الثالث المتوسط الذي عدت ودرست أنا وهلال فيه معا. فهذا الانفصال أو هذه المرحلة كانت مرحلة أيضا فيها كثير من المعاناة، أنني استمريت لوحدي في المدرسة البعيدة. أحيانا من المواقف التي تعرضت لها أتذكر أن أحد سائقي النقليات شعر بغيرة أنني طالب متفوق أكثر من أبنائي، فعندما جاء في أحد الأيام في وقت الاختبار وأنا في الصف الثالث ابتدائي، طفل لا ينسى، وأنا قريب من الطريق، خلاص سمعت السيارة قادمة فاقتربت من الطريق، تفاجأت بأن الرجل أغلق الزجاج وأسرع بالسيارة، لم يتوقف أمام منزلي، أصيح أصيح أصيح، لم يتوقف على الإطلاق واستمر بسرعته. حاولت، أنا عندي اختبار، عدت إلى أمي، أخبرت أمي وأنا أبكي، حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، وكانت تصيح وهي غاضبة وتقول يعني كيف له أن يفعل هذا، أنت ربما تأخرت، أنت كذا، قلت لا لم أتأخر، أنا موجود عند الطريق تماما. لكنه في اليوم الثاني حضرت إلى المدرسة، أتيت إلى أستاذي الأستاذ مصطفى الشرقاوي من مصر، تذكره إلى أستاذ القرآن، أخبرته بالقصة، تبسم، قال أنت ناجح، ولله الحمد اجتزت هذه العقبة أو هذه الحفرة التي صنعها هذا الرجل، وما زلت إلى الآن لا أستوعب لماذا فعل بطفل صغير في هذه السنة. استمرت المرحلة الابتدائية، انتهينا من المرحلة الابتدائية بسلام، نجحت في جميع المراحل، انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة الانتقال إليها انتقال مفصلي، لأنه يتعلق بعدم وجود مدرسة متوسطة قريبة على الإطلاق. لا توجد مدرسة متوسطة إلا بمسافة 35 كيلومتر تقريبا في مدينة عظم، وهذه المدينة بيننا وبينها أو بينها وادي مبحر، وادي كبير، إذا جرى لا يستطيعون أن يقطعوا سيله إلا بعد أيام طويلة. فلذلك اضطر الأهالي إلى أن ننتقل إلى مدينة عظم، وكانت يعني كان قرارا يعني متهورا ربما من الأهالي أن يرسلوا مجموعة من الأطفال في عمر 13 سنة ليدرسوا في محافظة أو مدينة ويسكنوا فيها لمدة 5 أيام. فكان يعني قرار أنا
بمنظور اباء اليوم غير ممكن ان ترسل طفلا في هذا السن ليسكن في مدينه اخرى وانت في مكان اخر وياتي بعد 5 أيام. هذا الامر لا اقراه الان بعقليتي، بعقليه ابن هذا العصر، اقراه بحرص اولئك الاباء على تعليم ابنائهم. كانوا حريصين جدا في عدم وجود المدارس ان يرسلوا ابنائهم الى اماكن. الامر الاخر الذي اقراه من خلاله انهم كانوا يرون ان ابنائهم رجال، وهذا هو ما يتداول في القرى، ان الابناء يكلفون بمسؤوليات من عمر مبكر تحت اعين الاباء، ويظلون يقرؤون ما يفعله هؤلاء الابناء ويراقبون نضجهم مع تزويدهم بمعارف وبانطباعات واحكام عن الحياه حتى يتاكدوا من هذا النضج، فلم يقدموا على مثل هذا الفعل الا لتاكدهم بان هؤلاء الابناء سيدرسون حقيقه ولن يقصروا ولن تبتلعهم المدينه أو أن يتعرضوا لأخطار. نحن 5 أطفال أسميهم أطفال الآن، لكن ربما في تلك المرحلة أسميهم رجالا. تكاتفنا جميعا، سكننا في ما يسمى بالمفهوم المحلي العزبة، هو المكان الذي يسكن فيه الإنسان ولا يعود إلى منزله. سكننا في هذه العزبة 5 أطفال، أشرف والدي على وجودنا فيه، نظم لنا جدولا، اليوم السبت كانت الدراسة تبدأ بالسبت، الطبخ على فلان وفلان، الغسيل على فلان وفلان، غسيل الأواني وما يتعلق به، التكنيس أو النظافة على فلان وفلان أو فلان، واحد منا يتولى هذا الأمر. الوجبات صنع لنا جدولا آخر لأنه كان يقرأ ويكتب، صمم لنا جدول، اليوم الغداء كذا، العشاء كذا، الفطور كذا، وهكذا كنا نتناوب على هذا الجدول باستمرار. كانوا يعطونا مصروف أسبوعي عبارة عن 50 ريال لكل شاب، نجمعها أسبوعيا ونشتري بها ما يكفي لهذا الأسبوع، نطبخ، نغسل، نكنس ونتبس. لا أخفي كان الأمر مرعبا أحيانا، لأننا في منطقة نسمع فيها بمشاكل، منطقة بدأ العمال يتوافدون إليها من أماكن مختلفة، نخشى من كذا، نخشى من كذا، فإذا خيم الليل فعلا نشعر بالرعب، حتى أن أحدنا لا يمكن أن ينام أو أن يخرج إلى السوق إلا وهو يحمل سكينا في جيبه، حتى لو كانت سكين البصل المهم أن تكون معه أداة حادة، ولا نخرج، لا يخرج الواحد منا منفردا، نخرج عصفة واحدة، نذهب معا ونعود معا. فكانت تلك المرحلة مرحلة أيضا صعبة، درسنا فيها الصف الأول المتوسط، الصف الثاني المتوسط. في الصف الثالث المتوسط فصلني أبي في منزلا مستقلا لوحدي، لأن الإخوة الذين كانوا معي غادروا إلى أماكن أخرى، من انتقل إلى مدرسة أخرى في منطقة مثل منطقة تسمى الجائزة، أو من ترك المدرسة وذهب إلى العسكرية أو كذا، ربما لأنهم كانوا أكبر مني، بعضهم كان أكبر مني ووصل إلى سن الوظيفة. فدرست لوحدي في الصف الثالث المتوسط، وهنا كانت الكارثة للمراهق. فالوالد حتى يكيف لي المكان ويرفهني أحضر لي تلفزيونا ملونة، على عكس التلفزيون اللي في القرية، التلفزيون اللي في القرية أبيض وأسود، هذا لا تلفزيون، ثاني ملون.
فكنت أتابع التلفزيون بين فترة وأخرى وأحضر إلى المدرسة. أستاذنا دكتور هنقف عند قصة التلفزيون ناخد كات كات أنا شو عادل حبيبي أنا أخصص مكانك. لا لا فيش حد رول عبد الله تعال من هنا. بيرولد لقاء دكتور أحمد تيك 6 مارك أستاذ محمد برضو خليك على اليمين أنا هنا 3 2 and action. انا عايز اقول لك حاجه بس يا دكتور معلش. بامكانك توزع عينيك على العدسه دي والعدسه دي. يعني انت ممكن تقول بيتين تقول بيت هنا وتيجي تروح للكاميرا دي بس عينيك على العدسه مش عليا انا مش على اي حد. عينيك على العدسه دي وعلى العدسه دي. يلا اتفضل 3 2 and action. بعد وفاه الوالده رحمه الله كان لسان حالي يقول: ها موطن العذب غال الموت صورتها حتى استباح إطار الروح صارمها، فكيف يحيا شريد جف موطنه وكيف تنبت أرض مات حاكمها، لكنه الله صب الموت في رئتي عقيدتي أن ربي سوف يرحمه. كات. شكرا أستاذ. مرار سأخذ بس كلاك بيرون لقاء الدكتور أحمد 3 2. Wait for set. Set. And action. تقدر تجيب الكتاب بس من غير ما تبص لي، خلي بصتك هنا العدسة دي. خلاص تفضل. والدي كفيف كف بصره بعد إصابته بمرض السكر أجاركم الله، وفي أحد الأيام رأيته يضحك فأبهجتني تلك الضحكة، فقلت: يذوب همي على استرسال ضحكتي، كأنني ما عرفت الهم في عمري. أبي ويضحك من قلبي فيبهجني، لا عمر للهم إن أشرقت في كدري. لئن فقدت ضياء العين في كبر فأنت منا امتلاء السمع والبصر، الله يعلم كم عينيك أسبلتا ضياءها في ربى الآيات والسور. كات. شو أستاذ كاميرتك نحن خلص خلص أبو محمد. أي حبيبي دينا نخص صور أبو محمد أبو محمد هيا الدافع أبو عليك من فلوسك شنو بصورك ها؟ بصورك راحت فلوسك يا أبو سيف راحت اللي بصوري راحت في اللقلتات دخل اصلا وقت البولينج واحنا قاعدين جوه بس انا كنت واخد التليفون لعبد الله كنت برتب معاه عشان خاطر الحجز وكده عشان هو اللي طلع فيه هو طلع يا سيدي الله يحفظك بلعب هنشوف على الكاميرا مبدئيا اعطيني اللطشه بتاع الخبزين هنا وهنا
وعلى اليدين هذا هنشوه ولا لا؟ إذا ما عجبنيش هنسكره. أنت حطيته بالعرض صح؟